يا مساء الانوار على مشاهدي قناة تن في كل مكان. النهاردة ان شاء الله هنستمر مع بعض قرابة الساعتين. هيكون لنا لقاء مع صديقي العزيز رئيس مجلس ادارة النادي الاسماعيلي السيد العميد محمد ابو السعود. لدينا قضايا كثيرة جدا حول هذا النادي الكبير العريق. امبارح كان معنا نجمين كبار من نجوم النادي الاسماعيلي محمود عبد العزيز ومحمد عواد، والنهاردة بنلتقي برئيس النادي، وبمشيئة الرحمن الأسابيع القادمة هيكون لنا اهتمامات كبيرة جدا بكل الأندية خاصة الشعبية. يعني هنبدأ اهتماماتنا الكبرى بالأندية الشعبية الكبيرة. هيكون لنا إن شاء الله بإذن الله لقاءات مع النادي المصري، مع نادي طبعا اتحاد السكندري مهم جدا جدا جدا، مع نادي المحلة كنا عملنا لقاء، هنعمل أيضا لقاء آخر مع كل الأندية اللي ليها طابع جماهيري إن شاء الله. أكيد هيكون لنا لقاءات معاهم بإذن الله. منذ قليل انتهت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم من إصدار قرارها النهائي بشأن اللاعب أحمد الشيخ. خليني أوري لحضراتكم، والله ليس من قبيل استعراض الفهم ولا القوة ولا الكلام ده على الإطلاق، ولكن علشان دايما بحب تبقى انتوا دايما واثقين من كل كلمة أنا بقولها، ده بيدينا مصداقية كبيرة عند حضراتكم، ومن ثم ده شيء احنا بنحاول دايما نحتفظ بيه ونكبره وننميه. قبل ما يلجأ اللاعب إلى لجنة التظلمات وبعد قرار لجنة شؤون اللاعبين، كان جاب لي الأستاذ محمد صيام العقد بتاع اللاعب اللي هو وقعه مع نادي الزمالك، وأنا قريت العقد وطلعت قلت الكلام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. الحوار البند الرابع بيقول ايه؟ بيقول يعد هذا العقد ساريا، يعد هذا العقد ساريا، لا يعد، أنا آسف، لا يعد هذا العقد ساريا. ما يا جماعة العقد مش معاكم يا اخوانا، تنزلوه، احنا مصورينه مصورينه من ساعة ونص يا كباتن. طيب البند الرابع بيقول ايه؟ بيقول لا يعد هذا العقد ساريا الا بعد صرف الشيك الخاص بالدفعة المقدمة المستحقة السداد في 1/8/2015. تفعل ان في دفعة مقدمة اعتقد كان مقدارها 1,000,000 جنيه. خلي بالك، وفي حالة عدم استلام الدفعة المقدمة يعتبر هذا العقد لاغيا. هقول البند ده تاني لانه انا في رأيي هو بيت القصيد. ناس يعني قالوا كده وناس قالوا كده، كل واحد بيفسر بطريقته، انا بفسره بطريقتي، وانا برضو راجل لسان حقوق فالى حد ما بفهم في المسائل دي. تاني البند الرابع، لا يعد هذا العقد ساريا الا بعد صرف الشيك الخاص بالدفعة المقدمة المستحقة السداد في 1/8/2015، وفي حالة عدم استلام الدفعة المقدمة يعتبر هذا العقد لاغيا. طيب إذا هذا العقد لم يتحقق فيه هذا الشرط وهو السداد في 1/8 مليون جنيه، إذن لا يوجد عقد في 1/8 إذا لم يسدد مبلغ 1,000,000 جنيه. أهو هتقولنا بقى البند الرابع كده يا جماعة، إذا لم يسدد مبلغ 1,000,000 جنيه يعتبر هذا العقد لاغيا، أو كأن لم يكن، هو مكتوب كده، يعتبر هذا العقد لاغيا. يبقى احنا هنا مطالبين ان احنا نشوف هل نادي الزمالك قدم شيك ب1,000,000 جنيه علشان البند الرابع يتحقق انه دفع بالفعل ومن ثم لا يعتبر العقد لاغيا ولا لا؟ ده السؤال. طيب
انا عايز يا جماعه بقيه الكلام، لان الجزء ده انا بفسر فيه. بقيه الكلام موجود يا محمد ولا مش موجود؟ هتبعتوه حالا، هم بعت لكم جزء يعني. طيب حالا هكمل لكم، لان هو ده بيت القصيد، الكلام اللي جاي هو بيت القصيد. لغايه دلوقتي انا بشرح وبقول لو لم يسدد نادي الزمالك قيمه المليون جنيه في التاريخ المحدد اعتبر العقد كان لم يكن او لاغيا وفقا للنص بتاع العقد اللي موجود. طبعا واضح من جملتي انا هقول ايه بعد كده، لكن لازم تشوفوها بالصوت والصوره ليه، وهوريها لكم حالا اول ما توصل لهم. هم للاسف الجماعه اللي بعتوا عشان ما عندهمش خبره شويه بايه المطلوب، فبعتوا هذا الجزء فقط لغير، كان لازم يبقوا فاهمين ان انا طالب البلوك على بعضه، لان ده يشرح الموضوع كله اللي انا اتكلمت فيه. الحلقه دي كانت يوم 18 اغسطس، التظلم اتقدم يوم 20 اغسطس. النهارده لجنه التظلمات اصدرت القرار بالغاء العقوبه التي وقعها الاتحاد المصري لكره القدم بناء على توصيه لجنه شؤون اللاعبين، واعتبرت العقوبة كأن لم تكن، ومن ثم أصبح اللاعب بهذا الشكل غير مستحق للعقوبة. وبعد قليل بنحاول نتواصل مع أطراف سواء من لجنة التظلمات أو المحامي القدير أستاذ هشام عبد الرب ومحامي اللاعب، وهنحاول نوصل لهم دلوقتي. لكن خليني أقول قبل ما نوصل لهم وقبل ما أعرض لكم الجزء الثاني من حواري، ده ما يعنيش على الإطلاق التقليل من قيمة مبادرة نادي الزمالك وقيمة التنازل الذي صدر في توقيت كان هناك في قرار بإيقاف اللاعب وتغريمه. وطوعية واختيارا نادي الزمالك تقدم بتنازل عن الشكوى وعن العقوبة التي وقعت على اللاعب عشان ما يبقاش عندنا الشماتة، يعني مش عايزين نوصل. انا عارف الفيسبوك دلوقتي هيتملي كلام، شفتوا مش عارف ايه كان ايه لا، عايزين يا جماعه نبقى عندنا رقي في مشاعرنا. لما نادي الزمالك قدم تنازل عن هذه الشكوى في اللاعب، هذا التنازل هو تنازل كريم في كل الاحوال، وهو تنازل عندما كان هناك قرارا من اتحاد الكره بعقوبه مدتها 4 شهور وغرامة مالية على اللاعب. إذن هو عندما تنازل قد تنازل وهو في موقف القوي، وبالتالي مش عايزين نقلل من قيمة هذا التنازل، وعايزين يعني نبارك دايما هذه المبادرات الجميلة سواء الحق كان معاه أو ما كانش معاه. لما هو تنازل كان وفقا لقرار اتحاد الكرة الحق معه في توقيع عقوبة على اللاعب، ومعنى تنازله هو تنازل كريم من جانب نادي الزمالك. لابد أن نثمن هذه الخطوة ونزكيها مع كل الأندية، مع الاحتفاظ بحقنا في أنه اللعيبة اللي بعد كده تمضي لأكثر من نادي هذا لا يجوز على الإطلاق ولا يصح أبدا، ولابد من توقيع جزاءات في هذا الأمر. طيب معانا السيد المستشار عمرو جميل نائب رئيس لجنة التظلمات. يا عمرو بيه مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن متحفظ، يا حضرتك يا رب يخلي حضرتك. يعني استاذن حضرتك تطلعنا على منطوق القرار الخاص باحمد الشيخ. حضرتك منطوق القرار جه بالغاء قرار اتحاد الكوره وانقضاء الدعوه بالتصالح ما بين الطرفين. وانقضاء الدعوه بالتصالح. ايوه. بس الغاء القرار. بس الغاء القرار، يعني بما يعني ان قرار اتحاد الكره كان قرارا معيبا. لا يا فندم، احنا ما تطرقناش لمعيب او غير معيب، احنا الغاء القرار والتصالح وانقضاء الدعوه والتصالح. طب يعني حضرتك فصل لي يعني بدون تعليق معلش او تفسير. فضل. هو احنا في حكم احنا مطلعينه وقرار يعني له منطوق واسباب. الاسباب موجوده كلها في الاتحاد، اكيد كله هياخدها ويتكلم فيها. طب حضرتك قول لنا يا عمرو بيه ايه الاسباب؟ لا مفيش اسباب انا اقدر اتكلم فيها. حيثيات القرار. نعم. حيثيات. حيثيات القرار خاصة بأنه العقد عندما لم يسدد نادي الزمالك الدفعة المطلوبة منه في 30/8 اعتبر العقد في 1/8 اعتبر العقد كأن لم يكن. مظبوط يعني. ومن ثم العقد الجديد لم يكن هناك عقدا من الأصل. مظبوط يعني. معلش يا فندم الصوت بيروح. أنا مع حضرتك.
في 1/8. ايوه عمرو بيه معايا. ايوه يعني في 1/8 عندما لم يقوم نادي الزمالك وفقا للعقد المبرم بينه وبين مصر للمقاص بتسديد المقدم المالي وفقا للبند 4. عمرو بيه هاتوه تاني. وقال لي طبعا مظبوط وانا عارف هو، بس خلاص مفيش يعني مفيش حساسيات لانه القرار طلع والحساسيات اودعت. فانا بس عايز اكد على اللي انا قلته بفضل الله، بفضل الله علينا، بفضل الله علينا، بفضل الله علينا، واؤكد على الموقف الفرسان من جانب نادي الزمالك عشان ما حدش يزايد على هذه المنطقه. انا عارف كويس قوي بعد كده الكلام بقى والفيسبوك هيشتغل والحكايه والروايه، ما هو كان عارف عشان كده تنازل، ما هو مش لا لا لا، هو لما تنازل وفي جعبته قرار من اتحاد الكوره، و و و وربما تكون الشكليات اللي أمامه ان هناك توقيع لعقدين بصرف النظر لعقد انتهى او لا. انا قلت انه مادام في 1/8 ما سددش المبلغ اللي هو بيسموه الداون بيمنت او الدفعه المقدمه، مادام ما سددهاش والعقد بيقول في البند 4 اذا ما سددش يعتبر العقد لاغي خلاص. اذا من 2/8 مفيش عقد، الولد مضى للاهلي بعد 2/8، اذا لما مضى للنادي الاهلي بعد 2/8 ما كانش اوريدي في عقد خالص، لانه العقد اعتبر لاغي. ده بالمنطق يعني، حتى مش محتاجه حد يبقى معاه لسانس حقوق ولا الكلام ده كله، لا، هي الموضوع القانون منطق، القانون منطق، لغه القانون هي لغه المنطق، يعني اول ما انت تمنطق امر ما تعرف ان انت في طريق القانون، لو انت رحت لامر غير منطقي اعرف ان انت بتخالف القانون، لأن القانون منطق الحياة، هو علم الحياة ومنطق الحياة، هذه لغة القانون. معرفش عمرو بيه هيرجع لنا ولا لأ. طيب، في كل الأحوال هو خدنا من بقه كلمتين في منتهى الأهمية. الأولى إلغاء قرار اتحاد الكرة، إلغاء قرار اتحاد الكرة، إذا القرار الخاص بالعقوبة لاغي عشان يبقى واضح. اللغة الثانية قبول التصالح، ده نمرة 2 خلاص. لكن انا يهمني في المنطوق لان احنا ناس بتوع القانون بنفهم في القانون كويس قوي، كلمه الغاء القرار بتعني ان القرار، ما قلت له قرار معيب، هو الراجل بشياكته تحرج من الكلمه، لكن هو في القانون كده لما قرار يلغى لانه قرارا معيبا. معيبا يعني ايه؟ يعني لم يصادف الحق، هذا هو معنى كلمه قرار معيب. وبالتالي قرار اتحاد الكره معيب بناء على توصيه لجنه شؤون اللاعبين، واحنا بفضل الله قلنا ده على الشاشه، وطبعا اخواننا في الزمالك واصدقائنا زعلوا مني ده اكيد، لكن احنا دايما بنقول ايه، هي كلمه حق لازم نقولها سواء لاصدقائنا او على اصدقائنا خالص، هي كلمه الحق لابد ان تقال، والايام اثبتت ان احنا قلنا كلمه الحق، لو ما قلناهاش بقى احنا شكلنا مش حلو. فخلينا نرجع مره تانية ونقول ونؤكد على فروسيه نادي الزمالك في تنازله في وقت كان يملك فيه القرار، وفي نفس الوقت بحيي النادي الأهلي على إصراره أنه هو يسير حتى النهاية، وهذا حقه الطبيعي بالرغم أنه الدعوة أو التظلم لم يقدم باسم الأهلي، قدم باسم اللاعب بنفسه اللي هو أحمد الشيخ من خلال محاميه النابغ الأستاذ هشام عبد ربه. ولكن في كل الأحوال النادي الأهلي طبعا لو ما كانش موافق على هذه الخطوة كان منع اللاعب من ان هو يستكمل المشوار. اذا الامر قد انتهى تماما 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 في هذه المنطقة، وان اللاعب الان اصبح غير معاقب على الاطلاق. ولما يجيبوا لنا الجزء الثاني اخواننا بتوع الاعداد عندنا فوق الاخراج هتشوفوا ان انا قلت ده وقلت من بكرة يلعب، يعني انا قلت ده وقلت من بكرة يلعب في الوقت اللي كان فيه قرار بان هو يوقف 4 شهور ويغرم بمبلغ مالي كبير يوم 18 أغسطس كانت هذه الحلقة. هل الجزء الثاني وصل ولا لا يا محمد؟ دقيقتين بالظبط وهيوصل. طيب أوكي، يعني ردود الأفعال المتوقعة، أنا بأرجو أن الأمر خلاص انتهى عند هذه النقطة، الأمر انتهى. وأنا حتى لو تفتكروا بعد ما قلت ده وبعديها بيومين لجأ اللاعب الى التظلم، قلت بقى خلاص بقى، بالرغم ان انا قلت رايي ان العقوبه غير صادقه وغير حقيقيه وغير منصفه وما هو اكثر من هذا. لما صدرت العقوبه بالفعل انا كلمت الاستاذ جمال علام بالليل
قلت له يا جمال بيه، لما كان العقد في ايدي قلت له يا جمال بيه هناك خطا من جانبكم في هذا القرار. قال لي والله دي توصيه لجنه شؤون اللاعبين فاحنا بنعتمد. قلت له لا، مفيش حاجه اسمها لجنه شؤون اللاعبين توصي وانتوا تبصموا، لابد يبقى عندكم مستشار قانوني يراجع معاكم. قال ما المستشار القانوني بتاعنا كان موجود في لجنه شؤون اللاعبين. قلت له برضو هاتوا واحد واثنين وثلاثة واربعة، يعني الامر التشاوري مهم جدا في هذه الامور عشان ده قرار مش قليل، يعني ايقاف لاعب اربع شهور وتغريمه مبلغ مالي كبير قرار مش قليل في ظل بعض الاحتقان اللي كان موجود في الوقت ده. الحمد لله دلوقتي الاحتقان بيزال باذن الله ومش هيكون موجود على الاطلاق، لكن في هذا التوقيت كان في احتقان. اه طبعا كان في احتقان، ومن ثم لما القرار يطلع لازم يبقى طالع والطبخة صح، والطبخة صح، لأنه ما حدش أبدا في هذا الزمن بيقبل أي أمر على علاته، لا، أي قرار بيجي لابد أنه هو بيدرس، ولما بيدرس بعناية كبيرة وشديدة جدا 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 بيقر فيه الحق. فبفضل الله احنا كنا سباقين في هذا الأمر وأعلننا يوم 18 أغسطس والقرار كان طلع بإيقاف اللاعب. قلت هذا قرار معيب، وإن العقد بيقول 1 2 3 4، وان هم لو كانوا استشاروا اكثر من راي قانوني في هذا الامر كان افادهم ببساطه شديده جدا بان القرار في غير محل. وانتوا حضراتكم فهمتوا خلاص احنا بنقول ايه، هو مضى عقد مع نادي الزمالك اوكي، في العقد بيقول ايه بناء على موافقه مصر للمقاص، العقد بيقول ايه، بيقول في 1/8 نادي الزمالك بيسدد مبلغ كذا، وفي حاله عدم قيام نادي الزمالك بالتسديد في هذا الموعد يعتبر العقد لاغين اوكي. 1/8 جه الزمالك ما دفعش خلاص، بعد 1/8 مضى في الاهلي، لما الزمالك ما دفعش العقد ده خلاص مش معانا بقى هوا، خلاص بقى هوا بالمنطق. لما مضى بعد 1/8 بقى في النادي الاهلي هو مضى ومفيش عقد هو قبل كده خالص، خلاص اتلغى من الكون، ما بقاش بقى مستر هوا، خلاص بقى مستر هوا. فلما مضى العقد الجديد مع النادي الاهلي يعتبر هو العقد الاول بالنسبه له بعد أن أصبح العقد اللي هو مضى مع نادي الزمالك كأن لم يكن، هذا هو الأمر. وأنا قلت حتى في التفسير يوميا قلت إيه؟ قلت وأنا أعتبر إن الولد لما راح لمصر المقاصة قال لهم إن النادي الأهلي عايزني والكلام ده كله، قالوا له مفيش مشكلة اتكلم لأن مفيش عقد أوريدي مع نادي الزمالك لأنه نادي الزمالك ما سددش ومن ثم الأمر انتهى. طيب معانا صديقنا العزيز ورئيس لجنة شؤون اللاعبين حاج محمود الشامي. حاج محمود مساء الانوار. ازيك يا كابتن؟ وحشني يا كابتن والله. يا رب تكون بخير يا محمود بيه. الله يخليك كل وانت بخير يا كابتن. احنا بخير. تعليق حضرتك على قرار لجنه التظلمات. والله يعني اعتقد انه القرار واضح، يعني كان واضح للقضاء الموضوع بالتصالح، واعتقد ان ده كان يعني بعد اقرار اللعيب ان هو سايب الموضوع للجنه، عشان يعني الدنيا كلها كانت واضحه رايحه في اتجاه التهدئه، والقرار اعتقد ان هو يعني ينهي الموضوع برمته. اتمنى يعني انه ما اللاعب يعني يركز بقى في لعبه انه يروح بعد كده المحكمه الرياضيه، وعنده دلوقتي ماتشات كاس النهارده الحق يلعب والحق يعني. اعتقد عايزين نبدا الموضوع، عندنا دوري، عندنا اجتماعات لجنه انديه، عندنا حقوق، عندنا رؤيه، فاتمنى عندنا منتخب. طيب بس خلينا اقول حاجه يا حاج محمود بعد اذنك. هو النص واضح وسهل، عشان يعني ايه، بس الكلام ده هيبقى تفسيره في منتهى القوة مش هيعدي بمرور الكرام. البند الأول في القرار إلغاء قرار اتحاد الكرة، بما يعني أن قرار اتحاد الكرة لم يكن قرارا صحيحا. لا 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 لا، هو قال كده. أنا كان معايا عمرو بيه جميل دلوقتي نائب رئيس لجنة التظلمات، قال واحد إلغاء قرار اتحاد الكرة، لا اتنين انقضاء الدعوة بالتصالح، يعني نمرة واحد الغاء قرار اتحاد الكوره. لا لا لا، هو كده قرار كده. انا مع حضرتك، عايزين حضرتك يعني انا مش فاهم كده، يعني انقضاء القضاء بالتصالح، يعني طب حضرتك الغاء، طب انقضاء الدعوه دي بقى يعني، ودي مرتبطه بدي، معنى انقضاء الدعوه بالتصالح لغى القرار. طيب هو طبعا يعني هو القرار زي ما انا بقول لحضرتك كده وحيثياته موجوده، وانا لو انت حبيت ان انا اقرا لك بغض النظر، بس كان مهم ان احنا نوضح ده للراي العام، يعني مفيش حاجه شخصيه. لا 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 خالص خالص، كان وجهه نظرنا كلها ان احنا موضوع توقيع اللاعب بالناديين ده موضوع احنا شايفينه ان موضوع خطير. هتقول يا جماعه من فوق منطوق القرار، نعم، في اربع حالات كانوا موجودين،
الانديه، وان شاء الله يبقى يجي وقت كانوا موقعين ناديين في نفس واحده في الانديه في وادي دجله وفي سموحه، دول شده القرار اللي اتاخد في الاربع شهور هو اللي راجع الانديه وراجع بعض اللعيبه تشتكي بيها او تتصمم على استمرار كده لاعب موقع لنادي اخر، ظنا منها ان الموضوع غرامه بس كانت تعدي. موضوع الايقاف ده موضوع مهم جدا، موضوع اللقطه بتاعت احمد شيخ دي جت خطر في توقيت مهم جدا ان يبقى يحصل فيها نوع مراجعات وتشديد والتزام بالظبط بالعقود ما بين جميع الاطراف، وعدم انتهاك الحقوق الرياضيه في موسم رياضي تحقيقا لمبدا الشافيه وانتظام المسابقات. موضوع مهم جدا باكد عليه الاتحاد الدوري، واعتقد ان الموضوع ادى الهدف منه وادى توصيه ورساله لكل لاعب يعني قبل ما يوقع لنادي ثاني او يكون معاه عقد اخر ما يستهينش بهذا الموضوع. الموضوع ده جد خطير طبعا، واعتقد ان وصلت الرساله وادى ده كان النهائي طبعا. انا عايز اقول حاجه يا حاج محمود، انا كنت غلطان واتلغى القرار، انا سعيد جدا. برافو عليك، ولا عندي مشكله. برافو عليك، هو ده اللي انا عايز اسمعه منك يعني. خلينا احييك، برافو عليك. لكن انا بقول لحضرتك الموضوع مش كده، اتحاد الكره لم يكن خطا، وانا قلت 100 مره لو اتعرض عليا توقيع اللاعب الناديين في اي وقت لو 100 مره ثاني كنت هاخد نفس القرار. بالعكس، ما هو بص يا حاج محمود، الحيثيات بعد اذن حضرتك الحيثيات واضحه، وانا هقراها دلوقتي على الساده المشاهدين، ان هو قال انه في تاريخ كذا لما نادي الزمالك لم يسدد قيمه الداون بيمنت الاولاني يعتبر العقد لاغيا وفقا للبند الرابع، ومن ثم بعد هذا التاريخ بيوم واحد اصبح ما فيش عقد اساسا، لانه العقد لو انا بحييك وخلي بالك ما فيش على الاطلاق. أيوة واحد ده العقد العادي. طب ماشي، ما هو ده العقد اللي مع اللاعب يا ريس، ما لوش علاقه. طب ما هو اتلغى خلاص، اتلغى واصبح هوا. لا توقيع اللاعب اتلغى لانه ما بقاش في عقد، وبالتالي النادي بتاعه هو اللعيب موقع على عقد، اللعيب موقع على عقود احتراف. ايوه احتراف. في النهايه ما هو في النهايه النادي بتاعه كان له ده، ما وقعش بناء على ده، ما تعترف اللعيب انه وقع بدون على رغبته بدون موافقه نادي، النادي وقع عليه عقوبه مش مرتبط بالعقد ده. طيب على كل إن هي دي الحيثيات من المحكمة، إن أنتوا عندكم خمسة مستشارين ما شاء الله، وهذه حيثيات المحكمة. كلنا قلنا هنحترم الرأي. طبعا أنا شايف المستشار ضياء في المداخلة بيقول انقضاء الموضوع بالتصادم. لا، واحد إلغاء قرار اتحاد الكرة بالعقوبة، أنا هقراه دلوقتي ولو حضرتك هتبقى على الهوا هتسمعه مني. اتنين، انقضاء الدعوة بالتصالح. يعني خليك معايا وانا هقراه لك دلوقتي عشان حضرتك تسمعه برضو يا حاج محمود. لكن خلينا نؤكد على حاجه، مفيش حد فينا على الاطلاق عنده 1% شك في انه في غلط في المساله خالص. بص يا حاج، قررت لجنه التظلمات برئاسه المستشار ضياء الدرجالي، خليني اقول لحضرتك المنطوق الاول. النادي هتفضي المناخ وهتريح كلها، يعني انا متأكد تمام قراري الموضوع. ما بص يا حاج محمود، قررت بعد شهر الحيثيات، قررت لجنه التظلمات برئاسه المستشار ضياء الدرجالي في اجتماعها اليوم بخصوص الشكوى المقدمه من نادي الزمالك ضد اللاعب احمد محمد يوسف الشيخ الشهير باحمد الشيخ، قبول تظلم اللاعب شكلا والغاء قرار لجنه شؤون اللاعبين السابق ثم انقضاء العقوبة بعد كده بالتصالح. يعني ايه الغاء قرار لجنة شؤون اللاعبين؟ طب انقضاء العقوبة بالتصالح ايه؟ خلاص، ما بقاش يعني مش هيرجع تاني بقى على حد، لا هيرجع على الزمالك ولا على حد. ده تفسير ده بالتصالح. لا، ما تفسر بايه؟ الغاء قرار لجنة شؤون اللاعبين؟ رئيس اللجنة هو اللي يفسر يعني، ولا حضرتك ولا انا بعد اذنك. انا هجيب الحيثيات هقراها دلوقتي حالا، هجيب الحيثيات اقراها. يعني خد حضرتك منه، هو يا ريت حضرتك تجيبه هو يعلق، يبقى ممتاز جدا. عارف يا حاج محمود، ان هو يعني هو لو ما كانش تنازل الزمالك، هتقول الحيثيات يا جماعه. لا انا 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 عايز اقول لحضرتك، لا انا عايز اقول لحضرتك انقضاء الدعوه للتصالح بعد يعني، هو لو فيها قبلها نقطه مهمه جدا، في نقطه قبلها مهمه جدا، الغاء قرار لجنه شؤون اللاعبين. ده عارف انت يا حاج محمود، لو هو ما انا هقول لحضرتك، لو هو بينهي بالتصالح كان هيبقى قرار انقضاء الدعوة بالتصالح نقطة، لكن كونه هو الغاء قرار لجنة شؤون اللاعبين كأن قرار لجنة شؤون اللاعبين والعدم سواء،
ده في القانون. انا بقول لحضرتك النص القانون، الراجل بتاع القانون وعارف بقول ايه. حضرتك اساله حضرتك بعد اذنك يا بيت حبيب، اساله بقى، حاضر. اساله حاضر. هو يبقى اقدر. عموما احنا في النهايه بنحييك على جهودك، وبنؤكد انه لا يوجد اي غرض على الاطلاق وان الامر في النهايه احنا لجأنا للجنه اللي انتم عاملينها عشان تفصل في الامور، وانتهى الامر عند هذا الحد. وانا سمنت كمان موقف نادي الزمالك اللي هو تنازل في وقت هو كان عنده قرار. اشكرك شكرا جزيلا. ارجو يا جماعه تبعتوا لي الحيثيات عشان نقراها. خلينا الاول نشوف الفقره بقى، الجزء اللي انا اتكلمت فيه، معلش ده حقي لازم تشوفوه. اتفضل، هتقولنا بقى البند الرابع كده يا جماعه. اذا لم يسدد مبلغ المليون جنيه يعتبر هذا العقد لاغيا، او كان لم يكن، هو مكتوب كده، يعتبر هذا العقد لاغيا. يبقى احنا هنا مطالبين ان احنا نشوف هل نادي الزمالك قدم شيك بمليون جنيه علشان البند الرابع يتحقق انه دفع بالفعل ومن ثم لا يعتبر العقد لاغيا ولا لا؟ ده السؤال. طيب اما اتصلنا بمصر المقاصه قالوا لنا انه نادي مصر المقاصه انتظر المليون جنيه لم تسدد، ومن ثم راح اثبت رسميا في محضر رسمي عدم سداد نادي الزمالك لمبلغ المليون جنيه. ما بنخشش بقى في ما دفعش ليه، وهل كان بيدبر فلوس او كان، مش قصتي خالص. انا بتكلم دلوقتي على ورق، اتعرض على لجنه شؤون اللاعبين، وبكرر وانتم متاكدين انا لا مع الزمالك واقسم بالله العظيم ولا مع الاهلي بما يرضي الله، وارجو ان اصدقائي ما يزعلوش مني وانا بتكلم. وبرجع اقول ممكن كلامي يحتمل الصحه او الخطا، لكن انا بعرض قدام حضراتكم كراي عام. طيب نادي الزمالك في اقواله في تحقيقات لجنه شؤون اللاعبين قال ان احنا حاولنا ندفع مبلغ المليون جنيه ولكن النادي ما قبلهمش. انا ما باخدش بكلام في ما يتعلق بالتحقيقات، لا يؤخذ الامر بالكلمات ولكن يؤخذ بالاوراق. الزمالك لو عرض المليون جنيه في 1/8 عشان يحقق شرط البند الرابع ومن ثم لا يعتبر العقد لاغيا، كان عليه ان يذهب الى قسم الشرطه ويثبت بمندوب رسمي من الشرطه ان هو يطلع معاه نادي مصر المقاصه انه حاول يسلم الشيك بالمليون جنيه، ومسؤولي مصر المقاصه رفضوا استلام المليون. هنا امين ونرفع القبعه لمسؤولين الاداريين بتوع نادي الزمالك ان هم عملوا كده، انهم اخذوا شيك بمليون جنيه وراحوا لمصر المقاصه. مصر المقاصه على كلام مسؤولي لجنه، مسؤولي الزمالك في تحقيقات لجنه شؤون اللاعبين، قالوا ان احنا حاولنا ان احنا ندفع المليون جنيه لمصر المقاصه بس مصر المقاصه رفضت. ده يستتبعه على طول اجراء بسيط جدا ومعروف لدى الجميع، ان انا لازم كلامي يبقى مكلل بالمستند. المستند الوحيد هنا ان انا اروح الاسم اثبت حاله واخد مندوب معايا من الاسم يصاحبني الى نادي مصر المقاصه الاداره بتاعته مع مندوب نادي الزمالك، يا جماعه الشيك بالمليون جنيه انا رحت اسلمه، يجي المندوب معايا لمصر المقاص، قدام المندوب يثبت رفض او قبول الشيك. في هذه الحاله الكلام يبقى في التمام. مصر المقاص عملت العكس، ان هي راحت لقسم الشرطه واثبتت حاله انها ما جالهاش فلوس. يبقى الامر رهين الاثبات. في هذه الحاله كان على الزمالك ان هو يثبت ده في محضر رسمي، ويثبت حالة من خلال إجراء رسمي في محضر شرطة، يثبت رسمي أنه انتقل رجل الشرطة مع مندوب الزمالك إلى مصر المقاصة، قدم الشيك أمام مندوب الشرطة ومصر المقاصة رفضت استلام الشيك بشكل أو بآخر، يثبت ده، يقول انتقلنا نحن ملازم أول فلان الفلاني إلى نادي مصر المقاصة وبصحبتنا السيد فلان الفلاني من نادي الزمالك، وقد قام الأخير بتقديم شيك بقيمة مبلغ مليون جنيه إلى مسؤول مصر المقاصة الذين رفضوا أمامنا استلام الشيك، نقطة. خلاص ده مستند تمام التمام. طيب ده ما حصلش. إذن في 1/8 أصبح هذا العقد لاغيا،
بالرغم ان العقد اللي انا بتكلم عليه ده اللي قدمه نادي الزمالك وقدمه بعد كده مصر المقاصه عشان يدلل على علم نادي مصر المقاصه بمفاوضات الزمالك مع اللاعب. في 1/8 لما لم يقدم الشيك بالمليون جنيه اعتبر العقد لاغيا وكأن لم يكن هناك اي تعاقد رسمي صحيح يعتد به بين اللاعب وما بين نادي الزمالك. اللاعب وقع للنادي الاهلي بعد هذا التاريخ 3/4/4/4 حاجه زي كده. لما وقع اللاعب للنادي الاهلي 3/4/8 هو وقع لنادي واحد لان لم يكن هناك اساسا عقد معترف به بعد 1/8 اللي نادي الزمالك ما دفعش فيه المليون جنيه. هذا هو رايي الذي لا قيمه له. اللاعب بقى ما قالش الكلام ده في التحقيقات. غشم. غشم منه. هو كان ببساطة شديدة جدا يقول ان انا في 1/8. كلام واضح. جالي الحيثيات اهي قدامي اهي اللي اثبتتها اللجنة النهاردة في محضر اجتماعها. لجنة التظلمات المكونة من 5 مستشارين قانونيين كلهم ما بين رؤساء نيابة ورؤساء محاكم. حيثيات القرار أنه تبين من التحقيقات أن العقد الذي استند إليه اتحاد الكرة يشتمل على بند ينص على أنه يعد هذا العقد لاغيا في حال عدم دفع الزمالك قيمة مقدم الصفقة. وأشارت اللجنة إلى أن الزمالك لم يدفع مقدم التعاقد وبالتالي بات العقد ملغيا، فضلا عن أن اللاعب نفسه شارك مع نادي مصر المقاصة يوم 4 أغسطس أمام بتروجيت ولم يعترض الزمالك لسابق علمه بأن العقد لاغيا. وبعد كده الحيثيات واضحة اللي احنا قلناه بالظبط، ما بقاش في عقد. وبعدين قال أنه أكد البراجلي أن البند جاء واضحا في العقد الثلاثي بين اللاعب ونادي الزمالك ومصر المقاصة باعتباره لاغيا إن لم يتقاضى نادي مصر المقاصة مبلغ وقدره كذا قبل تاريخ 1/8، وهو ما لم يحدث مما يجعل العقد لاغيا، ومن ثم لا يوجد عقد أولي ويعتد بالعقد الجديد باعتباره عقدا أوليا. نحن قلناه بالحرف الواحد. نقفل بقى الصفحة دي خلاص مرة تانية. أشيد 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 بقرار نادي الزمالك المحترم عندما كان لديه قرارا بإيقاف اللاعب 4 شهور قدم تنازلا. أشيد بإصرار النادي الأهلي من خلال لاعبه على أن يتظلم حتى يثبت حقه في اللاعب. يبقى أن أنا أقول للجنة شؤون اللاعبين ورئيسها حاج محمود الشامي لما يعني وهو في حواره معايا من شوية بيحاول يوصل لمنطقة أن الموضوع مش كده وأن لأ، عايزين يا جماعه يبقى عندنا شفافيه، مش عيب. لجنه شؤون اللاعبين اخطات، اخطات وفقا لقرار لجنه التظلمات، مش انا اللي بقول. وهو في وسط كلامه قال مش عيب ان انا اغلط، لكن ما كان يجب ان يتدارك الحوار بمحاوله يعني الالتفاف حول القرار. قرار واضح، لجنه شؤون اللاعبين قرار معيب خلاص نقطه، ومش عيب ومش عيب. هو العيب ان احنا نتنصل من خطانا، لا نقول اخطانا خلاص. ونؤكد من جانبنا كإعلام أنه لم يكن هناك غرض على الإطلاق، أقسم بالله وأبصم بالعشرة أنه لم يكن هناك أي غرض لدى لجنة شؤون اللاعبين في هذا القرار، ولكن هو لم يكن موفقا في اتخاذ القرار لأنه بالعكس الموضوع كان سهل قوي قوي. يعني أنا لو راجل عضو في لجنة شؤون اللاعبين وقاعد ببص على العقد، عقد سهل جدا، يوم 1/8 يكتمل العقد بدفع مقدم، البند 4 لو ما دفعش مفيش عقد خلاص، ده العقد ده بقى مستر هوا، بقى طرف السما، بقى طرف السما. الولد بعد التاريخ ده هو تعاقد مع النادي الاهلي كانه عقد جديد وما عندوش عقد سابق على الاطلاق. وانا حتى قلت في اخر كلامي ايه؟ قلت كان ممكن اللاعب يقول ده في لجنه الشؤون اللاعبين بس اللاعب غشيم. انا قلت كده صغير مش فاهم، لو قال الجملتين دول خلصت الليل، لكن لو قال ده في لجنه شؤون اللاعبين. انما ما كان يجب على لجنه شؤون اللاعبين هي تنتظر من الولد يقول كده، لان الورق واضح وضوح الشمس والعقد واضح وضوح الشمس، ولا يحتاج على الاطلاق
لخبرات عميقة في هذا الاتجاه. مرة تانية مبروك للنادي الأهلي إثبات حقه، ألف شكر لنادي الزمالك اللي تنازل في الوقت الرائع وكان لديه قرار، نشكره شكرا جزيلا. خلينا كمان نبارك لصديقنا العزيز والمحامي المرموق الأستاذ هشام عبد ربه. يا هشام بيه مساء الأنوار. هشام بيه واضح طبعا تليفونه شغال على طول من ساعتها، والله يكون في عونه. لكن أمر جميل، هو دخل مباراة والمباراة كانت ما بينه وما بين اتحاد الكورة، مش ما بينه وما بين نادي الزمالك، لأن نادي الزمالك كان خلاص تنازل. المباراة كانت بين اللاعب واتحاد الكورة، الزمالك كان بره الموضوع، الزمالك بأخلاق الفرسان تنازل خلاص، يبقى الزمالك برانا خالص واحنا بنتكلم. المباراة كان بينه وبين اتحاد الكورة، هو كسب المباراة. هو كسب المباراة بالضربة القاضية الفنية، إنه لغى قرار لجنة شؤون اللاعبين باعتباره قرارا معيبا. والله العظيم وانا قلت الكلام ده لجمال بيه علام، قلت له بالليل في التليفون، قلت له قراركم غلط ويجب ان انتم تتداركوا هذا القرار بشكل او باخر، وشرحت له. قال لي والله دي لجنه شؤون اللاعبين، وبرده الراجل معذور لان جات له توصيه بلجنه شؤون اللاعبين، ومن ثم الطبيعي ان هو هيصدق عليها، وده امر في حد ذاته لم يكن مطلوب. طيب خليني عشان الوقت بيجري جدا جدا اقول حاجه ثانيه سريعه. امبارح الدنيا قامت وما عادتش لغاية النهاردة بعد المداخلة الجميلة من الكابتن حسني عبد ربه كابتن النادي الإسماعيلي، اللي أنا سألته فيها سؤال واضح، قلت له إيه انطباعكم عن انضمام شيكابالا لفريق النادي الإسماعيلي. الراجل رد، أنا هسمعكم هو قال إيه، لانه بعد كده كلام كتير واصدقائنا من الاعلاميين عملوا بيانات مش عارف ايه، وده دخلوا وبعدين عدلوا البيان وسحبوا بيان وحطوا بيان والحكايه والروايه. احنا مش ضد حد خالص خالص، وكل اصدقائنا الاعلاميين على راسنا من فوق، على راسنا من فوق، بتبقى وجهات نظر، بتبقى وجهات نظر. لكن علينا قبل ما نقول حاجه او نكتب بيان نجيب مره تانية اللقطه اللي اتكلم فيها الكابتن حسني عبد ربه، نشوف هو قال ايه بالظبط. هل هو اتكلم عن اللاعب بشكل يسيء للاعب؟ هل هو قال عليه فنيا ان هو لاعب مش جيد؟ هل هو لم يعطيه قدره كلاعب؟ ولا هو اتكلم في منطقه اخرى خالص؟ هخليكم تسمعوا الاول وبعدين اعقب. عايز اخد وجهه نظرك الشخصيه في موضوع انضمام شيكابالا ليكو المرتقب والقياده الجديده بقى للكابتن ميدو، وهسالكم انتوا نفس السؤال خلي بالكم. اتفضل يا كابتن. بص يا كابتن مدحت، انا يمكن الفتره امبارح وكل الناس عارفه يعني المشكله بتاعت نادي الزمالك وعدم يعني اكمال المواصفات مع شيكابالا والكلام دوت ونادي الاسماعيلي، كل الناس عارفه القصه. انا ليا وجهه نظر ان لو كان بيته اللي هو نادي الزمالك رفض الموضوع سلوكيا فما ينفعش النادي الاسماعيلي يخش في الموضوع، وانا بقولها وما يهمنيش حتى انا بقول كلمه هتحاسب قدام ربنا فيها. جميل. انا مع احترامي راجل يعتبر يعني من قليلين جدا في كره القدم كموهبه رياضيه، شيكابالا لعيب ما يختلفش عليه اثنين كموهبه وككوره وككل حاجه، انما كابتن انت بيتك يعني رفضك عشان خاطر حاجه معينه، ما ينفعش ان في مكان ثاني يقدر يخش في موضوع كده. انت بتسوق لنفسك انت كنادي اسماعيلي، لو انت تفاوض في تفاوض على اساس سلوكيا من ناحيه ما ينفعش انت تخش. دي وجهه نظري الشخصيه كراجل اسماعيلاوي. انا لما باجي اتكلم يا كابتن صدقني بتكلم كراجل اسماعيلاوي. نعم. لما اكون لاعب في الكوره احترم صراحتك جدا وبحب جدا يا كابتن ان انا ببقى صريح، ما احبش ان انا ابقى بوشين او الف وادور. فانا شايف ان الالتزام والاحترام والادب اهم من الكوره واهم من الكرة. سلام عليك. سلام. انت طول عمرك الحقيقه قيمتك في، وانا دايما اقول لاخواننا اللاعب مش بس مهاره وقدره فنيه، اللاعب سلوكيات واخلاقيات وقيم، وده اللي بيبقى وبيعيش مع البني ادم. عشان كده حسني عبد ربه عمر ما حد اختلف عليه. توتي تسمع عليا ده؟ ها؟ توتي تسمع عليا ده؟ توتي تسمع لي؟ طبعا. اه طبعا توتي فنيا واخلاق على اعلى. دي كانت مداخلة الكابتن حسني عبد ربه امبارح. كانت ايه ردود الافعال؟ كابتن حسني مساء الانوار مرة تانية. حضرتك يا رب يخليك، اهلا بيك يا ابو كباتن. الله يخليك. يعني احنا سمعنا المكالمة اهي. ايه كان فيها ايه المشكلة اللي قلبت الدنيا وبعض الاعلاميين اتكلموا عنك ليه؟
والله يا كابتن مدحت، يعني اولا انا بقول لجمهور الزمالك ان انا علاقتي يعني بيكو الحمد لله علاقه حب دايما وعلاقه محبه، وشيكابالا بالنسبه لي اخ، انما انا ولا جرحت شيكابالا في حاجه ولا اتكلمت على اي حاجه يعني تمس شيكابالا. انا كل اللي قلته يا كابتن مدحت انت عرفته اهوت والناس كلها شايفه، انا قلت ان نادي الزمالك فيه مشكله بينه وبين شيكابالا، هي احنا اللي كلنا عارفينها، المؤتمر والراجل ما جاش والسيادة المستشار بنفسه طلع واتكلم والنادي الزمالك كلهم جوه اتكلموا وقالوا ان الراجل ما التزمش والراجل كذا كذا كذا. انا قلت ايه اكتر من ان انا قلت لو النادي الزمالك في مشكله بينه وبين اللاعب اخلاقيا ان احنا ما نتدخلش. صحيح. انا عايز اعرف، عايز حد يقول لي انا كده غلطت في ايه؟ على الاطلاق ده والله. انا كابتن يا كابتن مدحت صدقني وحياد لا اله الا الله، انا رقم 10 شايله شيكابالا كابتن فرقه، بوزع الارقام انا رقم 10. ميدو كلمني وقال لي شيكابالا ان شاء الله ممكن احتمال يجي، اتفقنا ان احنا نشيله رقم 10 على جنب، في اكتر من كده ايه؟ مفيش. وبعدين وانا شيكابالا بينه وبينه ايه؟ ده الراجل في اي مكان يا كابتن مدحت هيجي يزود الفرقه، يجي يا كابتن يبقى هو عايز يجي شيكابالا اللي احنا عارفينه، يجي شيكابالا اللي لما بينزل ملعب كله يا كابتن بيهتزله يا كابتن، ده موهبه. وانا قلت لك الكلام ده امبارح، انت قلت على الهوا، قلت ما حدش يختلف على فنياته طبعا، اللعيب اللي زي شيكابالا ده موجود مش موجود يا كابتن. انما لما يطلع ناس يا كابتن تحور الكلام يا كابتن مدحت وتتكلم عليا بشكل وحش، وللاسف كابتن ناس انا بعزهم يعني سواء كابتن خالد الغندور حتى انا زعلان منه، لاني انا بيني وبينه ما فيش اي حاجه خالص، بالعكس ده الراجل اعلاميا واقف معايا وعمل لي قبل كده يعني تقارير كبيره جدا وعمل عليا حاجات كويسه جدا وعلاقتي بيه كويسه. انما لما يطلع يتكلم عليا بشكل مش كويس ويقول عليا ان انا اصابات ويقول عليا ان انا الاهلي ونعش وعيب يا كابتن، مش دي اخلاق. بس هو شال التقرير ده، شال البيان ده. انا بتكلم يا كابتن مدحت لان الناس الجمهور يا كابتن بياخد من الناس الكبار الكلام وبيقدر بعد كده هو بيحوره يا كابتن. نعم. عيب اللي احنا ناس كبار وعيب ان يعني يتقال عليا انا كده، ومش دي اخلاقي، الناس كلها عارفه اخلاقي. وشيكابالا يجي يا كابتن النادي الاسماعيلي من بكره، انا ما عنديش اي مشكله، انا مش رئيس نادي ولا انا يعني مسؤول، انا راجل لعيب وراجل كلمتك امبارح بصفتي كمان كراجل اسماعيلاوي. انت قلت انا بكلم كمواطن اسماعيلاوي. شيكابالا وبالعكس يا كابتن احنا كلنا نقف مع شيكابالا، لو ارجع لمصلحه مصر ومصلحه الكره المصريه الموهبه زي دي ترجع تاني ده احنا نفسنا. انما انا بتكلم يا كابتن مدحت مره واثنين وثلاثه، بتكلم المشكله اللي حصلت بين اللاعب وبين النادي، انا ما اتكلمتش في حاجه اكتر من كده، انا ما دخلتش شيكابالا يجي ما يجيش، انا بقولها هو و100 مره واقولها شيكابالا يجي النادي الاسماعيلي وانا اكتر واحد ارحب بيه، لانه اضافه هتبقى قويه للنادي الاسماعيلي واحنا كلنا زمايل ولازم اقف جنب شيكابالا اول واحد، لان مصلحه شيكابالا عودته هي عوده لينا كره اسماعيلويه كلها. صحيح صحيح صحيح. وبعدين كلامك كان واضح. انا غلطت في شيكابالا ايه؟ ان يتقال عليا من الكابتن خالد المحترم اللي انا بعزه، وان انا عمري ما اقبل الاساءه بالاساءه، لان كابتن خالد ده كابتن نادي الزمالك وكابتن خالد ده كابتني، وتشرفت اللي انا حضرت الاعتزال بتاعه ولبست تيشيرت نادي الزمالك وكنت بلعب قصاد الاهلي، فانا ما عنديش مشاكل بيني وبين جمهور نادي الزمالك. بالعكس كابتن انت امبارح بتقول ان ما يختلفش على حسن عبد ربه سواء جمهور اهلي او زمالك طبعا او جمهور مصر طبعا. هو ده الحاجه اللي الواحد يعني صدقنا يا كابتن، الواحد بيلعب كوره الفلوس مش كل حاجه، الفلوس بتيجي وبتصرف في ثانيه، انما بتفضل السيره الطيبه والكلمه الطيبه هي دي اللي بتدوم بقى بعد مماتك حتى. بس يا كابتن صحيح صحيح. والكلام ده خالد كتبه في بيان على صفحته، انا قالوا لي كده النهارده كتبه. انا كابتن مدحت انا عايز معلش. استعرض الكلام معلش. كابتن انا زعلت بس خلي بالك هو غير البيان عشان نديله حقه برضه في غيابه، هما بيحاولوا يجيبوه على التليفون دلوقتي. هو اللي انت قريته امبارح هو كتب حاجه بالليل بيقوله على صفحته، بس النهارده غيرها وكتب حاجه تانية فيها شياكه واتكلم عنك كويس قوي وكل حاجه. يعني كابتن يتكلم، وانا كابتن خالد ده اخويا الكبير طبعًا. وكابتن نادي الزمالك ويتشرف، انا اتشرف بيه وهو اتشرف بيا طبعًا. واحنا نكبر بعض، احنا الجمهور مش ناقص يا كابتن صدقني، الجمهور مش ناقص احتقان اكتر من كده. صح. يا جماعه مش عايزين نحور الكلام، والله العظيم يا كابتن اللي مبهدلنا ان احنا كل واحد بيستنى الثاني على الخطأ، عشان كده كابتن مدحت الواحد بيبقى بعيد عن الاعلام، لان كلمه الناس بتاخدها بتحورها لاغراض شخصيه، وانا مش حابب ده كابتن، عشان كده الواحد بيبقى بعيد عن الاعلام. صحيح. يعني زي ما بتقول اللعيب لازم الاعلام يظهر، يعني اللعيب يظهر في الاعلام ويتكلم ويقول هو ده حق الناس. جمهورك حق جمهورك عليك يعني حق بقى، فاحنا مش عايزين، احنا بلدنا او احنا وانت حضرتك بتجري ان انت عايز تشوف الجمهور وكابتن شوبير وكريم حسن شحاته وكل اللاعبين بيجروا يا كابتن، ان طبعا غير جمهور مش طبعا طبعا. احنا اول ناس واولى ناس اللي احنا لازم ان احنا نبقى قدوه ومثل للناس كلها اللي ترجع تاني. انا مره ومليون مره كابتن انا اتشرف ان شيكابالا كلاعب ولاعب صاحبي يا كابتن، انا مش هقول شيكابالا ما يجيش، اتشرف بيه ان يجي في اسماعيليه، لاني
ده ضيف عليا وانا بلد اسماعيليه علمتني كده وده وانا اتشرف ان الراجل يجي وارحب بيه وده ضيف علينا احنا نكرمه واكرام الضيف واجبه ان احنا نقف جنبه ونسنده لان زي ما بقول لك كابتن مدحت شيكابالا لو رجع لمستواه اضافه لينا كابتن طبعا اضافه لينا طبعا طبعا سميده اضافه لينا كل دول كابتن جايين ضيوف علينا احنا لازم نكرمهم ولازم نستقبلهم بس انا اتمنى ان كل الامور تتحل بما يرضي الله ان ما يجوا من غير مشاكل ده اللي انا صح. ده اللي اتمناه بس والله العظيم انت صح ده. والله انت صح يا حسني والله العظيم انت صح تماما وكلامك واضح وبعدين انت مش بتقول كده دلوقتي احنا عرضنا لك مكالمتك واضحه وضوح الشمس انت ما قلتش اكتر من ما ينفعش راجل يبقى عنده مشكله مع بيته ونادي الاسماعيلي يخش فيها ده وضع طبيعي واي انسان عنده ادنى درجات المنطق هيقول نفس الكلام وبعدين انت كملت كلامك وقلت ما حدش يختلف على موهبه شيكابالا وكذا يعني حتى فنيا انت اديته حقه في الحوار بقى الموضوع منتهي تماما يعني تماما ربنا يخليك انا حبيت بس اوضح يا كابتن واضحه وانا ان كنت قلت اي لفظ يعني خارجه اقول اي حاجه انا مش دي اخلاقي وانا الحمد لله عايش بسمعتي في المجال بتاعنا مجال الرياضه طبعا. وانا ان كنت قلت اي حاجه بعتذر لجمهور نادي الزمالك انا ولا اقصد المساس بشيكابالا كلاعب رمز بالنسبه لنادي الزمالك وجمهوره والحمد لله حسني عبد الرب رمز الكره المصريه ورمز للنادي الاسماعيلي كلنا كابتن يعني رموز لازم نحافظ على بعضنا ونكبر بعضنا وكابتن خالد بالنسبه لي ده اخ كبير عمري بقبل الاساءه الاساءه وانا طبعًا. بقول لك كابتن خالد لازم ان انت تقف معايا وانا اقف معاك عشان خاطر الكره المصريه ونفضل احنا كلنا نماذج للجمهور ان احنا نفضل دايما صوره كويسه للناس عارفه عنك صحيح بشكرك يا كابتن حسني بشكرك شكرا, كابتن شكرا جزيلا وخلينا نقول صادقنا العزيز طبعا كابتن خالد نادور لما عمل هذا البيان هو عمله من حبه اكيد لشيكابالا لكن هو عمل بيان ربما كان قاسي شويه امبارح وفقا له والله اقسم بالله انا ما شفته لان انا ما بعرفش اخش على الصفحات اساسا يعني لكن زملائي في الاعداد قالوا النهارده وقالوا ان هو شاله وعمل واحد تاني الواحد التاني ده جابه لي لقيته لطيف جدا وهو نفسه اتكلم بشكل في منتهى الجمال على حسني في البيان الجديد اللي عمله النهارده ودي طباع خالد الغندور الجميله اللي احنا نعرفها ولازم نبقى متاكدين ان مفيش امور داخليه بتبقى حامقه كده في لحظتها وانتهى الامر ولازم نحيي حسني عبد ربه القائد اللي اتكلم كلام جميل ولم يخطئ على الاطلاق بالعكس انا النهارده بقول لهم حسني لما عمل مداخله امبارح عملها بخبرات السنين كل كلمه قالها تتوزن من ذهب لما يقول ما ينفعش لاعب عنده مشكله مع بيته واحنا نخش طرف فيها مين يقول غير كده اي معتوه يقول غير كده اي معتوه يقول ان الكلام ده مش مظبوط يبقى معتوه بتكلم بشكل عام ما ينفعش لكن هو ارضى في الكلام وقال ايه قال ومحدش فينا يختلف على قيمة شيكابالا كلام واضح كلام موزون من ذهب تحية عليك يا أصيل يا أصلي بحبك ووعد عليا أشيلك في نين عليا بنسبة 200% أعيش دنيتي وياك ولا الجن الأزرق يقدر يخليني لحظة أفكر إن أقلب عليك وأتغير مش أنت اللي يوم أنساك Oh,
الصديق العزيز والمحامي القدير الأستاذ هشام عبد ربه. مساء الأنوار يا هشام بيه. مساء الأنوار يا كابتن مدحت. وعلى فكرة أنا معجب جدا بكابتن حسني عبد ربه. راجل بيحب بلده الإسماعيلية وبيدي رسالة لناس كتير قوي بأمانة للوفاء والانتماء للحتة اللي اتولد فيها واللي عاش فيها. صحيح. وضحى كتير قوي حسني عبد ربه. طبعا مفيش كلام. تابعه من زمان واخلاق ونجم نجم نجم بامانه. لا حاجه سوبر حاجه سوبر. طبعا طبعا. طيب نقول لك اولا مبروك وقول لنا كده ايه اللي حصل في اللجنه النهارده. والله انا في اللجنه النهارده طلعت القرار، ما كانش لنا حضور، وطبعا الله يبارك فيك يا كابتن مدحت، ولكن هي دي يعني اللي كان الواحد متوقعه، وكان عنده ثقة في اللجنة القضائية مشكلة من قضاء أجلاء مستشارين محترمين شافوا الورق بحيادية تامة، طلعوا قرار أسبابه الحمد والشكر لك يا رب في التظلم المقدم والمسطر مني، وهو طبق عليه القانون، وأنا ما أقدرش أقول في الموقف ده غير الحمد لله. وأنا ببارك لأحمد الشيخ على القرار، وفي نفس الوقت اللجنة أرست دعائم مهمة جدا جدا بالنسبة لقرارات الاستئناف الحيادية والشفافية وعدم مخالفة الثابت في الأوراق. وعلى فكرة انت يوم 18/8 طلعت وجبت العقد وانا كنت ما كتبتش لسه التظلم، والكلام ده انا كنت مسطره في التحقيقات وكنت كاتبه في درافت عندي كده. رغم كده انت قلت الكلام اللي كان لازم من اول يوم الشكوى دي لا تقبل، وكنت مصر كلها ارتاحت من الموضوع دوت. انما برضو يا كابتن مدحت هرجع اقول لحضرتك، المسؤول اللي قاعد على الكرسي ما عندوش قوه المواطن المصري العادي، الرجل العادي اللي ماشي بيقول لك رايي وانت بتقابله في الشارع وانا بقابله في الشارع، سواء جماهير اهلي او زمالك او ناس عاديه بيقولوا لي نفس الراي اللي طلع النهارده من المستشار من الاسباب. ولكن برضو يحضرني هنا ان انا بامانه يعني بامانه برضو يعني الموقف بتاع الموقف اللي انا شفته من اللجنه في سردها للوقائع وسردها للحيثيات استندت لايه يا هشام بيه؟ استندت اولا هي لجت العقوبه يا كابتن مدحت. لجت العقوبه بناء على ان العقد نادي الزمالك ما دفعش العقد، لجت العقد هي لجت العقوبه ولجت العقد. العقد ده يعتبر ملغي لان النهارده اللاعب انت ما دفعتش فلوسه ما بقاش بتاعك خلاص. اذا قرار لجنه شؤون اللاعبين قرارها قرار خاطئ طبعا يا كابتن. تمام. طبعا يا كابتن. تمام. من اول يوم. تمام طبعا. وبعدين يا كابتن مدحت معلش بعد اذن حضرتك احنا مش هنختزل الموضوع في لجنة شؤون اللاعبين. ليه؟ لجنة شؤون اللاعبين هي وجهة نظرها كده زي محكمة أول درجة وجهة نظره كده. أيوة طبعا طبعا. القاضي بتاع أول درجة ما بيروحش يدافع عن القرار اللي اتلغى بتاعه. صحيح خلاص. صحيح. يعني انتهى الأمر. انتهى الأمر. كابتن مبروك مبروك. وأنا على فكرة والله أنا ما طلعتش في حتة تاني ومش طالع تاني. أنت عارف يعني كابتن مدحت عندي يا رب يخليك معزته قد إيه. الله يخليك. أنا ما كنتش طالع أتكلم عشان يعني إيه، أنا راجل عندي دماغ أعتقد كويسة يعني، فقلت إيه أنا مش هتكلم مع حد غير الكابتن مدحت. هو قرار طبعا القرار تحدث عن نفسه يعني. وخليني أقول لك برضه يا هشام بيه إنه أنا قلت في البداية من وجهة نظري أنا بأثمن أيضا مبادرة نادي الزمالك عندما كان هناك قرارا وإن هم تنازلوا، هذا أمر رائع أيضا. في حضور المحامين الزمالك والأستاذ محمود خالد. ممتاز. وأنا ممتاز. قلت الكلام ده واللجنة كانت موجودة، قلت أنا بحترم أيوة. تنازل نادي الزمالك. طب وقلت إن المشكلة مش مع نادي الزمالك خالص، المشكلة مع لجنة شؤون اللاعبين. مع لجنة شؤون اللاعبين بالظبط. عشان ما يبقاش في خلط في الأمور. نعم. في خلط هنا في الأمور، أنا بدافع عن اللاعب. نعم. حتى الأستاذ محمود خالد وهو قاعد قلت له أنت لو قعدت مكاني هتقول نفس الكلام. طبعا. وأنا لو قاعد مكانك هقول نفس الكلام. صحيح صحيح. لأن ده دورنا كمحامين. طبعا. عايزين نفرق يا كابتن بين المحامي وشغله وبين المذيع وشغله وبين الرئيس النادي وشغله. صحيح. وبين
وبين الحكم وشغله، كل واحد كل واحد في اختصاص طبيعه شغله. نعم بس النهارده كابتن مدحت يعني اذن الستار عن مشكله، كنا لو طبقنا اللوائح يا كابتن مدحت كنا استريحنا ما كانش هيبقى في اي حاجه. صحيح. وانت صحيح. يوم 18/8 طلعت وطلعت العقد وقلت الكلام ده فعلا. انا طلعت اللقطه دي من شويه فعلا. صح صح، انت رجل قانون يعني. الحمد لله بنتعلم منك يا شامبي. انا بشكرك. لا عفو. والف مبروك يا شامبي. الف مبروك. الف الف مبروك. خلاص انتهى الامر ونقطه، ومش هنتكلم في الموضوع ده تاني. خلصت الحكايه من اولها لاخرها. خليني يعني في 3 4 دقائق متبقين، طبعا هناك ردود افعال كثيره جدا على الموضوع ده، لا مانع ان انا اقول بعض اللي اتقال فيها يعني بشياكه. مهند مصطفى: يا كابتن لازم نعترف الاهلي على حق. محمد احمد: كابتن الناس بتكبر في اللاعب، بعد كده مش هيأدي كويس في الملعب وبعد كده يتباع زي موضوع شيكابالا. ابراهيم البنان: كابتن الاهلي كان على حق والموضوع كان معروف من الاول. فادي ظريف صديق البرنامج: مساء النور يا شلبوك احسن اعلامي في مصر، الاهلي كان عنده حق لما كمل يا كابتن في قضيه الشيخ. شريف عبد ال مش عارف عبد ايه شريف ابو ابو الذهب: مساء النور يا كابتن، ده تاكيد لظلم اتحاد الكره للاهلي وخوفهم من المستشار مرتضى. اسكندريه للعقارات: انا بختلف معاك يا شريف. اسكندريه للعقارات: الحمد لله على كل شيء يا كابتن مدحت، احمد الشيخ لا هيزود الزمالك ولا هيقلل من الاهلي، الزمالك كبير والاهلي كبير وتحيا مصر يا جمالك. باسم التحاوي: يا كابتن لازم اتحاد الكره يتحاسب، مفيش حاجه اكبر من اداره تخاف الصوت العالي. وليد عبد النبي: اتحاد فاسد وظالم ولا يعرف العدل، لو ما خدش جزاءه هيبقى في فوضى. طاهر عمري: الحمد لله على كل شيء يا كابتن مدحت، احمد الشيخ لا هيزود، دي قلناها خلاص. ابراهيم جروان: ربنا يخليك للاهلاويه مرتضى بيه. مصطفى محمد: لازم الاتحاد يتحاسب على اصدار قرارات غير صحيحه، ولا انت ايه رايك يا كابتن؟ خميس البردي: هو اصلا الموضوع في الفاضي من الاول. محمد احمد: لازم الاتحاد يتحاسب على اصدار قرارات غير صحيحه، ولا انت ايه رايك يا كابتن؟ محمد مصطفى حاطط صوره بس. هنا محمد: بمناسبه الغاء عقوبه احمد الشيخ، احب اقول للحاج الشامي مواه بصوت فوفه. احمد الفيوم: مساء انوار يا كابتن، منور الدنيا كابتن، الزمالك فوق راسنا بس الاهلي كان قراره صحيح، اهلاوي وافتخ. ده الكلام اللي انا عايز اختم بيه الحكايه. قال لك كان الزمالك كان على حق، هو ده اهلاوي، قال لك ايه؟ قال لك كابتن الزمالك فوق راسنا. شوف الجمال، قال لك الزمالك فوق راسنا بس الاهلي كان قراره صحيح، اهلاوي وافتخر. يعني ده راجل اهلاوي بيقول لك الزمالك فوق راسنا. ده اللي انا عايز اختم بيه الحته دي واقفلها بالضبه والمفتاح. الزمالك كان فارسا عندما كان لديه القرار وتنازل عن شكوى بمنتهى اخلاق الفرسان، تحيه ورفع قبعه. الاهلي بلاش الاهلي، اللاعب ومحاميه كان على حق عندما قرر أن يستمر في الشكوى من قرار لجنة شؤون اللاعبين ومن ثم اتحاد الكرة لرفع العقوبة عن اللاعب كمسمى حتى يرتفع الظلم عنه، وكان على حق. الجميع كان جميل والجميع تصرف بمنتهى الحضارية وبمنتهى الشياكة. انتهى الأمر عند هذا الحد، عند هذا الحد نقطة ومن أول السطر. عايز أختم قبل ما أطلع لمحمد بيه أبو السعود بحاجة إنسانية. كلنا شفنا امبارح الطفل السوري اللي جرفته الامواج عندما كان يحاول ان يهاجر هربا من جحيم سوريا الى تركيا ثم الى اهله في كندا بصحبه والدته واخوه وابوه. الولد جرفته الامواج، واخوه الولد عنده 3 سنين اللي مات ده يا عيني، واخوه عنده 5 سنين ايضا مات ولكن ما ظهرتش او ما ظهرش جثمانه، وامه توفت ولم يظهر جثمانها، وامه 35 سنه، وابوه وجد حيا ولكن في حاله يرثى لها وهو بين الحياه والموت.
كانت لحظات مؤثرة طبعا اهتزت لها مشاعر العالم كله. تعال نروح احنا كرياضيين وشوف الاجانب ومشاعرهم الانسانية يا جماعة. خلي بالك كل الاديان مبدأها واحد، لكن المهم اللي يطبق. اللي قدامنا الاول ده بروسيا دورتموند، هذا العملاق الالماني الكبير استقبل الاسبوع اللي فات 220 لاجئ من مختلف البلدان، ده النادي، ودعاهم لحضور مباراة الفريق في الدوري الاوروبي امام اودز بالكلوب النرويجي. وفي المقابل انجلترا باكملها لم تستقبل سوى 166 لاجئ سوري في ال 12 شهر الماضيه. جمال اللي قدامكم ده هي مشاهد رائعه في الملاعب الالمانيه اللي رحبت باللاجئين السوريين اللي نزحوا لالمانيا. وبعد شويه نشوف جماهير بايرن ميونخ وبريمن ودورتموند قدامنا اهي، وغيرها من انديه الدرجه الممتازه رافعين لافتات كلها ترحيب باللاجئين. هذه المانيا. نروح للبرتغال، البرتغال، منتخب البرتغال بقيادة النجم الفذ كريستيانو رونالدو في تعبير عن التضامن مع اللاجئين. وقفوا اللعيبة البرتغاليين بيقودهم اللاعب طبعا كريستيانو رونالدو دقيقة صمت حدادا على الموتى قبل انطلاق التدريب على أرض ملعب كوبيرا الموتى خارج العاصمة لشبونة. وعملوا بيان أصدره الاتحاد البرتغالي قال إن وحشية الموقف والصور التي رأيناها حركت مشاعرنا. كانت صورة طبعا الطفل الغريق إليان قد أثارت زوبعة من الاحتجاجات. ميركل المستشارة الألمانية القوية جدا أيضا كان ليها تصريح في منتهى القوة كرئيسة لدولة عظمى بحجم ألمانيا. ميركل قالت أو أعلنت النهاردة الخميس في بيرن إن ألمانيا وفرنسا اتفقتا على مبدأ تحديد حصص إلزامية لاستقبال المهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي، وحضت بلادها على الوقوف ضد رسائل الكراهية التي تبعثها الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين التي وصفتها بأنها مخزية. تظاهر عدد من الأشخاص اللي ينتمون إلى اليمين المتشدد رافضين استقبال ألمانيا اللاجئين وهتفوا بعبارة خائنة. ما هو في بعض الموتورين في كل مكان زي اللي عندنا اللي هم السفهاء والبلهاء والنشطاء، ما هو كلهم في حتة واحدة، البلهاء والنشطاء والسفهاء كلهم في منطقة واحدة مع بعض. أختم لكم بوالد الطفل السوري. والد الطفل السوري يروي بدموعه اللحظات الأخيرة في حياة أسرته. عملت حالي ساعدني والدي وساعدت والدي على أساس أطلع على أوروبا، مع إنه في معاش وفي عم يحطونا كم أو بيت أو شيء. كم مو كم يعني بيت، يعطوك بيت لعائلة. تمام؟ عملت حالي وطلعت، جربت أول مرة انضرب الميتور المحرك. رجعنا ثاني مرة كمشونا خفر السواحل التركي، رجعنا ثالث مرة كمشوني كمان خفر السواحل التركي كمان رجعت، رابع مرة نفس الحكي. آخر شيء أعطينا زلمة 4000 يورو إلي ولمرتي، وبدي على أولادي كل واحد نص نص ما أعطيت تمام هاي. تمام دفعت 4000 يورو. تمام. على اساس انه بتوقع الله وان شاء الله هيك، ورحنا وشفنا بس المكتب صغير 5 امتار. هذن قالوا لك انه 5 امتار ابو غالب، قالوا لك انه البلد هو بس 5. كم واحد كنتوا؟ كم واحد طلعتوا كتار ولا قلال؟ 12 شخص. وما تحمل البلم؟ مو بلم، هذا فايبر. المهم عمل هيك شوفيرنا دور الماكينة، مشينا ما احلانا
واتصلنا بعيد عن الجزيرة التركية. يا محمد يا محمد الأموال متنا متنا ما لقينا إلا التركي. حس في بروبلم صار نط على البحر وحمد حاله وتركنا وجتنا موجة وقلبتنا. وما عاد سمعت ده عبد الله ابو غالب اللي كان بيتكلم عن مركب 5 متر شايله اكتر من 12 او 14 واحد. وفي النهايه وختم كلامه وقال: اريد ان اوجه كلماتي الى كل العالم، انظروا الى حال السوريين وترأفوا بهم، ساعدوهم وخففوا حملهم، خاصه وضع العامل السوري بتركيا الذي يأخذ في تركيا ربع ما يتقاضاه العامل التركي عن نفس العمل. أتمنى أن يصبح ابن الصغير اللي احنا شفناه على الأمواج ده. عبد الله أبو غالب أبوه بيقول: أتمنى أن يصبح ابن الصغير الآن رمزا للمعاناة التي يمر بها السوريين. هذا هو الربيع العربي، هذا هو الربيع، هذا هو الخريف اللي دعت له أمريكا وقلبت بيه المنطقة العربية كلها عشان نتعلم ونفهم، والنشطاء والبلهاء والسفهاء يصمتون والبلد تتحرك للأمام. واقفلوا بقكوا بقى، أديكوا شايفين أطفال بتترمى من خلال الأمواج على الشواطئ وهي جثث هامدة، لأن كان في ربيع عربي، كان في ربيع عربي، بس هذا الربيع العربي بيرمي كل يوم في الوطن العربي كله عشرات بل مئات الجثث يوميا. هذا هو نتاج الربيع العربي الذي دعت إليه كونداليسا رايس المأسوف على شبابها أنا كانت وزيرة لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية. هسيب حضراتكم مع لقطات بمناسبة أن احنا الساعة 9 النهاردة هنشوف لقاء الأهلي وختافي، لقاءات مجمعة رتبها لنا دائم الإبداع محمد نصر الدين عن لقاءات الأهلي مع الفرق الأجنبية، هنشوفهم ورا بعض كده، وبعدين استقبل ضيفي الكبير حاج محمد ابو السعود. ورفعت السد سهل بدوي وفتح، يلا يا بدوي كل ملعب يساب طوز بعيد ودخل الجول يدفع فخ الى طه في الوينج الشمال لصالح سليم وانتو بينه وبين طه هو والجول وبيحطه في الجول الجول الثالث الجول الثالث حلو قوي الجول الثالث طه جابه طه جاب الجول الثالث طه شاط هي دي احمد عباس احمد عبد الملك يا ولد كنت بقول لازم النادي الاهلي يعمل حاجة. الخطيب بيلم الكرة وفات من واحد ولم الكرة وخد معاه اثنين وبيلعبها عالية بيخش على الله سلامة الجول الثاني الجول الثاني الجول الثاني الجول الثاني انا بقول ملعوبة يعني ملعوبة. المختار مختار هو الجول خطيب من صدره الجول الثاني للنادي الاهلي جول ثاني بقى هو الجول حط بقى يلا هو الجول هو الجول هو الجول تمام 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 وكل لاعبي وادي حلوه جول 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 حلو 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 الملايين عليك اهدى المعركه يا شيخ Thank you.
إضافة طبعا لتحركات الأطراف كاندلا وكافو والعرضية وهدف أهلاوي. الهدف الأهلاوي الأول إبراهيم سعيد يضاف إلى سجل الهدفين. حسام غالي وبمهارة واقتدار، ويعني الراجل جوارديولا أعتقد ظهره حصل فيه حاجة من الترقيصة دي. استلام حلو قوي من أحمد بلال. أحمد بلال وأحمد بلال سلام يا أنطونيولي والمتابعة وإيفيلينو رد عليا. حسام غالي وبمهارة واقتدار، ويعني الراجل جوارديولا أعتقد ظهره حصل فيه حاجة من الترقيصة دي. استلام حلو قوي من أحمد بلال. أحمد بلال وأحمد بلال سلام يا أنطونيولي والمتابعة وإيفيلينو رد عليا. دلوقتي يعني بيعتقد في دور صانع لعب خطرة. أسامة فرصة جوه جون أسامة حسني. يا ولد يا لعيب يا أسامة. وادي رونالدينو بيكتب لأسامة على الكاميرا. يا سلام استلام من فلافيو وشروك حاجة حلوة. يلا بيتر يلا يلا يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. حلو قوي قوي ابو تريكا طالع له فلافيو. ابو تريكا وفلافيو يلا فلافيو مش مالك عرضيه مش مالك عرضيه يا نهار ابيض. حلوه 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 حلوه. في ال 15 سنة الأخيرة ابن ال 36 عام بركات ملك الحركات بركات ينبوع المهارات يتقدم النجم الكبير ويخترق دفاعات أقوى دفاعات العالم في أقوى فرق العالم بايرن ميونخ. يخترق وينطلق ويتقدم تمريرة فعل ما كان يفعله بايرن ميونخ انطلق وتقدم ومن لمسة واحدة حطها على يمين حارس المرمى أفضل حراس العالم نوير. يا جماله يا جماله على يمينه حطها له ليتقدم بالفعل بأول أهداف النادي الأهلي. رحب بالصديق العزيز رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي سيد العميد محمد أبو السعود. مساء النور يا محمد. مساء النور يا كابتن ميحة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك يا كابتن. النهاردة الشياكة على كاملها. نتعلم منك يا كابتن. حاجة جميلة جدا. حاجة لسه واصل النهاردة من دبي؟ لسه والله جاي من المطار على هنا. ياه. والله. كم بقى يعني حب رايح جاي إيه كم في مرة؟ في الأسبوع مرتين. معقولة؟ أروح وأجي. تروح وتيجي؟ ثلاث أيام هناك وأربع أيام هنا. ثلاث ايام في دبي واربع ايام واربع ايام هنا. ما بيؤرققش الرحلات الطيران الكتيره دي كابتن؟ بركب الطياره بتاعت الصبح بنام في الطياره دي. انا في المطار بتنام على طول. انا نفس المطار هنا. وبالليل برضو بركب متاخر. انا نفس المطار هناك. تعودت خلاص. خلاص. حتى الضباط والوظيفات وكله عارف ان انا حافظ حافظ معايا. طب هل في الحالات اللي زي كده برضو للعلم يعني تفضل. هل بيبقى في ممكن ما يسمى بابونيه في مصر موجود معايا كارت ذهبي؟ كارت ذهبي كرسي هو وكل حاجه كله مره كده. وده بيبقى فيه تخفيض كتير كل حاجه كابتن. بيبقى فيه تخفيض في القيمه كل حاجه. باعتبار ان انت رايح جاي على طول. على طول على الطيران. طيب كويس دي حاجه كويسه. طيب
خليني ابدا معاك. طبعا هو الملفات كتيره جدا، والاسماعيلي يعني عنده مثلث صعب جدا، عايز فلوس، عايز لعيبه، عايز بطولات. مثلث في منتهى الصعوبه على اي رئيس نادي يعني. لكن خليني ابدا من جانب اخر، يعني كيف اختيار جاء اختيار الكابتن حسام احمد حسام ميدو، ويعني واتفقتوا ازاي وعلى اي اساس تم الاختيار؟ هو كابتن طبعا قبل ما انا عايز بس اكد على كلامك الاولاني، مثلث الرعب ده فلوس لعيبه نتائج كمان بالظبط كده. اللي بيحصل ان من اول سنه كابتن لما جينا لقينا في ثوره وفي ربيع عربي زي ما حضرتك قلت والدنيا واقفه خالص، مفيش دخل نهائيا، واللعيبه عايزه فلوس قبل كده وعايزه فلوس بعد كده، ولعيبه ماشيه من غير فلوس ومفيش لعيبه. فخدناها ستيب باي ستيب. اول سنه جبنا 5 لعيبه وقفنا على رجلينا شويه. تاني سنه تذكرهم اسماء؟ طبعا كان محمود عبد العزيز، وكان جون انطوي، وكان ابراهيم حسن، واللعيبه الصغيرين كان تمام، واللعيبه الصغيرين اثنين كمان كويس تمام. والسنه اللي بعد منها السنه اللي فاتت قابلني مشكله، كل لعيبه اكلمه بيكون غير يكلمه، وعارف انه هيجي الاسماعيلي مش هياخد فلوس فمش عايز يجي الاسماعيلي. مفيش يعني غيرك دخل في ناس انت اللي متكلم معاهم الاول وبعدين وفي لعيبه كانت بتقول لهم ما تجوش لان مفيش فلوس هناك كانت السنه اللي قبل منها فعلا مفيش فلوس. انا جيت لقيت لعيبه عقدها 2.5 و3 و4 وديهم منهم مفيش دخل خالص، مفيش دخل اساسا يا دوبك البث الفضائي بالظبط كابتن. فالمهم ان احنا بقت مشكله، لازم عشان اجيب لعيبه اشيل السمعه دي الاول. اشيل السمعه ان اللعيب بيجي ضامن فلوسه اولا. فكان اول حاجه لازم اعملها ان الموسم اللي كان منتهي اللي هو تاني سنه جناها، اول سنه جينا في نص الموسم يعني، فكان لازم ادي فلوس اللعيبه القدام كلهم، وقد كان وما فيش لعيب بتبقى له جنيه السنه اللي فاتت اللي قبل اللي فات والسنه دي في لعيبه متخطيه 100%، وهم 2 أو 3 لعيبه بس اللي ما خدوش فلوسهم، هياخدوا فلوسهم يوم 9/9 اول ما ده عن الموسم المنقضي ده واللي قبل منه شلنا الجزئيه بتاعت ان في لعيبه. الوقت لما بتتكلم مع لعيبه، يمكن الكابتن تامر قال امبارح في المداخله قال النادي الاسماعيلي ثالث نادي بيدفع فلوس كويس احنا بعد الاهلي والزمالك بالظبط يا كابتن. الوقت كنت حريص جدا اللعيب اللي يجي عشان بس اعمل قوام فرقه، بعد كده اولادي الصغيرين نرجع زي ما كنا الاول من قطاع الناشئين، الكنوز اللي طالع في قطاع الناشئين ارجع نادي الاسماعيلي لسابق عهده. فكان لازم اعمل قوام فرقه المره دي، دفعت فلوس كثيره السنه دي، دافعين حوالي 10 مليون جنيه طبعا على قدنا برضو عشان نجيب لعيبه، وجبنا لعيبه مركزه في الاماكن اللي احنا عايزينها، واعتقد ان احنا عملنا فرقه وجبنا بقى مدرب عالمي فعلا. قبل ما نروح للمدرب حضرتك دفعت 10 مليون جنيه مقدمات وفلوس للعيبه اللي قدام دول في الفترة اللي فاتوا اللعيبة الجداد اللي جبتهم نقولهم مع بعض، نجيبهم من اليمين كده سعد حسني باك رايت كويس جدا. ممكن حضرتك تقول لي بكام ولا مش متذكر؟ هو كان سعادتك سقف النادي 1,200,000 جنيه، سقف النادي مليون، مفيش حد بعد كده، و200 ده اعلى حاجة اوكي. اللعيب اللي هو لعيب المحتاجه بتديله 25% في الاول، و25% في الاول كويس، يعني 1000 يعني مليون و200 يبقى بنتكلم مثلا بتديله 300,000 حاجه زي كده بالظبط. في لعيبه برضو كان عليهم فلوس في انديتهم 100,000 زياده، 150,000 زياده، 50,000 زياده عن المبلغ ده، عن المبلغ بتسدده للنادي عشان تخلصه، هو يسدده للنادي، ياخده مني يسدده للنادي. كويس قوي. طيب سعد حسني اللي هو الباك اول واحد. اولا طبعا الاثنين الجوان عواد وصبحي. عواد ده بتاعك ما دفعتش فيه حاجه؟ لا هو رجع لي تاني. رجع لك، انتهت الاعاره ورجع. تمام كويس. تمام. وصبحي صبحي برضو السقف اللي هو الاولاني 1,200,000. الصبحي ده كان اختيار حضرتك لعودته ولا كابتن ميدو؟ هو طبعا هو ده من النادي طبعا، وانا كنت بتمنى، انا بحب صبحي بالذات، انا بحبه جدا، ولد جميل، ولما مشي غصب عني يعني، لدرجه في اخر يوم ماشي انا قلت له تعالى خد اللي انت عايزه. بس هو كان عقده انتهى وكان راح سموحه. وجود الحضري كان قافل عليه فرصه اللعب، كان صعب، هو ولد جول كبير فعايز يلعب يعني، كان صعب. فجبته بقى، جبته تاني كويس بنسبه سعد حسني. وبعدين انا جددت شوقي السعيد. ايوه لانه كم سنه بجددت له 3
معاك يعني هو معاك دلوقتي ثلاث مواسم قادمه ثلاث قادمين بس قوي ده مكسب كبير. وبعدين جبت طه عادل لعيب كويس جدا يمكن خد احسن لاعب احسن من وادي دجله كان ولا من وادي دجله اوكي من وادي دجله خد احسن لاعب في دوري بطوله افريقيا دي ما شاء الله اللي كنا فيها لاعب كويس جدا لاعب وسط وجبنا احمد سمير اعرب من نادي الزمالك بكليفت على الاثنين اللي عندنا انت عندك احمد سمير فرج وبهاء وعندك بهاء بهاء تمام يبقى منطقه الدفاع اللي احنا كنا خايفين منها دي بقت كويسه وقويه احمد سمير احيانا بيتحرك لوسط الملعب نعم الديفندرات طبعا احنا عندنا مجموعه ضخمه من اللعيبه المتميزين محمود عبد العزيز حسني عبد لا طب حسني ده القيصر ده بالظبط عندنا عمر الوحش عندنا محمد الولاد محمد الصغير وعندك حمد وحمد بيلعب برضه ديفندر وجبنا عليهم لعيب من المنصوره لعيب كويس جدا 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 اللي هو عماد حمدي كل دول ديفندرات كويس قوي خمسه ديفندرات خمسه دول اوريدي ما همش جديد الا عماد حمدي بتاع المنصوره بس لعيب كويس اضافه تمام لو جينا لوسط الملعب المهاجم عندنا الكابتن حسني عبد ربه وبعدين طبعا هي دي المشكله اللي كانت عندنا واللي قابلناها عشان كده جبت لها لعيب من غانا اسمه جبرين لعيب كويس جدا 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 ده لاعب وسط مهاجم وسط مهاجم من غانا وبيسموه ميسي غانا يا سلام حتى ايمانويل نفسه قال لو انتوا عارفين ده بيلعب الكوره بظهره كده قال عليه كده وانت حاجه اختياراتك في الافارقه رائعه يعني ما هو ده كابتن نتيجه لتحليل كامل ومشوار بنتابع الولد من وهو في المنتخب الاولمبي ناشئين ونفضل راح فين واتنقل فين وجاي فين لان انا ما اقدرش اجيب غالب ب 3 مليون و 4 مليون دولار لا فانا بجيب اللعيب الكويس اللي معروف تاريخه وعارف عندي اختيارات بجيبهم ان شاء الله واللاعب ده كان مقيد في نادي كان في تركيا كلف حاجات كتير ده ولا ده هو جاء فري خلص نفسه وانا اديته مقدمه العقد بتاعه 100,000 دولار خلص نفسه من النادي من تركيا ومين اللي اختاره ده مين اللي شافه هو طبعا ميدو اللي شافه احنا الاول كان عارفه هو الاول بيقول عايز واحد هنا فطبعا اختيارنا كان على ثلاثه كان لما قعدت مع كابتن ميدو كان جبرين ده وشيكابالا والثالث كان صلاح ريكو اتفقنا ان احنا نجيب الثلاثه كويس قوي احنا توفقنا في اتنين منهم والتالت انا اعلى عرض دفعه النادي الاسماعيلي في لاعب 3 مليون جنيه انا حطه لنادي الشرطه وهو الولد دافع منهم 500,000 جنيه وبعدنا لهم العرض اتمنى انهم يوافقوا لمستقبل اللاعب يعني. اللي هو صلاح ريكو كويس ده لسه بنتفاوض خلصنا اتنين بمعنى ان انت خلصت شيكابالا طبعا خلص كابتن خلصته هقول لحضرتك هنتكلم فيه دلوقتي لوحده نعم يبقى باقي لنا صلاح ريكو عشان المكان ده عشان عندنا في ابراهيم حسن برضه وعندك ابراهيم حسن ده هايل بالظبط كده وعندنا شكر نجيب برضه في نفس المكان كويس قوي يجي الفراوده بقى جبنا مروان محسن وعلي كنس برضه لسه جايبينه وبنايني ثلاثه مروان محسن وكنس بنايني ده اللي كان عندك كان عندي اثنين وكنس ده الثالث الاثنين عندي الاثنين عندك كنس وبنايني دول الاثنين كانوا موجودين بنايني كان عنده مشكله اعتقد خلصت لا خلاص ما عندوش مشكله دلوقتي لا 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 يبقى كنس وبنايني دول اثنين افارقه تمام وجي عليهم مروان محسن بعدك ثلاث فرق كل خط ثلاثه كويس كده كده الفرقه اللي احنا نرضى عنها كويس وكل ده بالاتفاق مع الكابتن ميدو وحاطين الاسماء طبعا في اسماء كنا جايبينها كان فكره النادي الاسماعيلي الاول ان انا اجيب ولاد صغيرين واكبرهم عندي بس للاسف ان الكبار السنه اللي فاتت اتعوروا ففضلوا الصغيرين ما شالوش الفرقه تمام يعني ما قدروش يشيلوا الفرقه استنادي لما جه ميدو قال له لا احنا نجيب خبرات وكبار ونطلع الصغيرين يتشالوا من تحت ودي اللي كان بيعمله النادي الاسماعيلي زمان كويس. وده اللي عملناه دلوقتي خبرات كبيره فوق والصغيرين عندنا كنوز في قطاع الناشئين نعم عندنا سبعه ثمانيه ورا بعض طالعين ورا بعض لعيبه متميزين جدا كويس اذا عملنا فرقه احنا راضيين عنها وده اختيار ميدو ايدته كام لاعب بقى يا محمد ايدنا تسعه ازاي كل الفرقه تسعه لا كلنا لا ايدنا فضلنا خمسه ايدنا 20 لاعب ايدنا 20 لاعب 20 لاعب فضلنا خمسه يعني فاضل لك خمس لاعبين لسه ما ايدتهم تمام واعتقد ان شاء الله احنا في لقاء بيننا وبين اتحاد الكوره المسؤولين في اتحاد الكوره يوم الاحد على هامش لجنه الاجتماع لجنه الانديه والموضوع ده هيخلص ان شاء الله
الخمس اسماء الخمس لاعبين دول هم موجودين وانت ما قيتهمش ولا لسه لا موجودين يعني في خمسه لسه لم يقيدوا لظروف المديونيات والكلام ده بالظبط كده. مين الخمسه اللي ما تقيدوش؟ مروان محسن سعد حسني جبرين ده نيجيري قلنا؟ الجبرين ده غاني اوكي وفي اتنين لعيبه كمان واتنين تانيين واتنين كمان تانيين دول من الجداد خمسه لسه عماد حمدي مثلا؟ لا عماد حمدي اتقيد خلاص اوكي اتقيد يمكن من الموجودين ممكن من القدام تمام كويس يبقى في خمسه انت منتظر طول هنقيد واحد ونسيب مكان هتقيد واحد من الخمسه ونسيب مكان يعني المكان ده لعبد الحميد ابو حبيب هنقيد الرابع هنقيد اربعه بقى اربعه وتسيب واحد عشان عبد الحميد ابو حبيب اللعيب الفلسطيني ولعيب كويس جدا جدا وهنا متعاقدين معاه وهنقيده وهنعمل له اعاره للنادي هتقيده تعمله مش عارف يطلع من فلسطين فهنقيده ونعمله اعاره ده بقى مركزه ايه مركزه تحت الفراوده برضه وانت متفق مع نادي تعيره له هو ناديه لانه مش عايز يطلع مش عارف يطلع من فلسطين دلوقتي لان شغله في السلطه الفلسطينيه فاتفقت مع امبارح مع ناديه ان انا هسيبه السنه دي اليوم كمان يعني انت هتقيده وتعيره لناديه ويبقى هو من السنه الجايه معاك ال 25 علاوه على الخمسه الصغيرين لان ده محسوب عليك واحد محسوب عليا ما دام انت اعارته احنا معاك. بالنسبه بقى ال 24 فيهم عمرو السلاي وايدناه برضو تحسبا للكلام اللي بيحصل دلوقتي ايدته ازاي بقى ايدته انت دلوقتي طلعته اعاره لا تايدته يعني هو لسه مخايد لغايه دلوقتي ما استبدلتوش هو مخايد عندك وطلعته اعاره لا طلعته بيع وشراء بس هو مخايد لسه ما استبدلتوش ازاي مش فاهم يعني ما دام انت بعته خلاص بس الاول بقى ايده قايمه اولى ما ايدته قايمه اولى ما يتقيدش تاني في مصر اوكي انت عشان تضمن هو ما يروحش الاهلي يعني بس يعني ما يبقاش او اي نادي يعني عشان ما نبقاش غلطنا وفي شبهه بقى ان احنا متواطئين وحاجه زي كده لكن في النهايه هو طالع بيع وشراء للشعب الاماراتي بما يعني ان هو خلاص عمرو السوليه مش تبعك خالص لا تبع نادي الشعب خلاص تبع الشعب يبقي بس لمده حر لا بس في مده سنه دي السنه دي بس بس تقصد تقول ان في يناير ما يقدرش يجي هنا بالظبط يا كابتن هو نادي ناس محترمين مطلعين بيان قالوا كده قالوا لا واحنا كمان قيدناه عشان ما يعني مش كان ممكن قوي لو احنا ما قيدناهوش كان ممكن يرجع النادي الاهلي في الانتقالات دي اذا كلام حضرتك بنقطع ان قانونا لا يمكن قيد عمرو السوليه في يناير خلاص اللي عايز يقيد دلوقتي دلوقتي هنا دلوقتي 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 وفي يناير ينفع لا برضه يناير لان انا كاتب عقد معاهم بس كده ان العقد ده مدته سنه ما يتفكش قبل سنه بس خلاص يبقى اذا هو لا يمكن هو يجي غير الموسم اللي جاي اللي هي السنه اللي ليه عنده بس تمام كده الا اذا الفسخ في حاجه بيقولوا اذا الفسخ بالتراضي يعني ايه فسخ بالتراضي لا فسخ بالتراضي فسخ عقده معاهم ما انا مقيده ما اقدرش اتقيد تاني عندي هنا ده لو هو فسخ بالتراضي يقدر يجي هنا لو فسخ في يناير بالتراضي جيم يعني بس انا كاتب انه ما يتفسخش العقد قبل سنه خلاص يبقى انت مكتف الدنيا كلها بالظبط كده كده عشان بس اعمل اللي عليا بس كويس محدش يبقى في شبهه ان انا قاصد او حاجه زي كده يعني والاهلي اكد امبارح على كلام حضرتك لا بالظبط كده اكد لكن هو مؤكد السنه الموسم الجاي هو في النادي الاهلي بالظبط خلاص واحد مش معاك وخلاص مش معاك كويس قوي بنيجي بقى للجهاز الفني ايوه جهاز فني ميدو كابتن انا طبعا كنت عمال بدور عايز مدرب يبقى عنده طموح نعم انا عندي طموح السنه دي خلاص هنصرف وهنعمل فرقه وبعدين الانديه الثانيه بتصرف وعامله فرق دوري وحوش دوري جامد السنه الجايه نعم جدا اللي ما كنتش جامد هتتاكل صح يعني لازم تبقى وحش عشان نبقى تعيش في وسط الوحوش فاحنا حددنا وحددت هدفي لقيت ميدو عنده رغبه كبيره جدا في اثبات ذاته ومدرب كويس يعني انا كنت متابعه يعني متابعه هو في الزمالك كوتش كويس يعني واقف على الخط عارف بيعمل ايه عارف وبعدين شفت طريقته وبيجيب لعيبه يعني توقعته منه لقيته انه بيلعب بتكتيك كويس جونه مش مكشوف هجوم متواصل ومن كل الاطراف ومن الوسط فحددت اللعيب وحددته بمجرد ما كلمته لقيت الطموح اللي عنده مقابل طموح النادي الاسماعيلي درب هايل جدا عالي جدا وبتمنى له في الملعب طبعا شايفه في الملعب حاجه حلوه واللعيبه كلهم قالوا كده
يعني لازم يكون المدرب مالي عين اللعيبه طبعا، وبعدين هو نجم كمان ومسيطر عليهم. اه يعني هو نجوميته كمان ليها دور ومسيطر عليهم، تفاعل مع الجمهور بسرعه. املنا فيه وفي اللعيبه اللي احنا جبناهم استناد كبير جدا، يعملوا قوام فريق في وسط الدوري الصعب ده، ان احنا نعمل قوام فريق للنادي الاسماعيلي يليق باسم النادي الاسماعيلي. ما ازعجش حضرتك في اول مباراه الخروج من كاس مصر؟ ما ازعجتكش؟ هو كابتن يعني انا شايف انه يعني هو ما اخطاش وده المباراه كويس، والمباراه كانت في ايدينا وضيعتوا ضربه جزاء. ضربه جزاء واحنا غالبين 1-0 الماتش بتاعنا، تخلص الماتش لكن هي بقى الظروفها وظروف المباراه كده. هل في دوره شمال افريقيا شفت شكل مختلف؟ هنا بقى كابتن اللي شفته في شمال افريقيا، انا كنت رايح مخصوص عايز اشوف شكل الفريق. يعني كنا قاعدين مش فاكر، انت كلمتني وقلت لي انا مش حاسس ان في قوه، يعني الناس يعني ممكن يخش في جون بسهوله. اه اللي انا شفته هنا لا يعني. الماتش اللي احنا الاولاني هناك اللي اتغلبناه، احنا لاعبين ماتش هنا ومسافرين بالليل ورايحين تاني يوم في عذاب، رحله عذاب 7 ساعات ومطار هنا ومطار هناك ومجموعه. يا دوبك نمنا وقمنا اتمرنا ولعبنا الماتش تاني يوم كويس. انا بس هقول لسيادتك ايه اللي قاله رود كرول على الفرقه، ده اللي انا شفته، اللي هو المدير الفني بتاع نادي الترجي. نادي الرجاء. الرجاء المغربي. قال ايه بقى؟ هو شاف الشرايط بتاعت النادي في السنه اللي فاتت. كان متوقع ان الماتش سهل. لما شاف الفرقه دي قال بقى الاتي، قال انا فوجئت بفرقه بتلعب بتكتيك عالي. مستوى فرق كبيره. مش صغيره. وانا بخبرتي في الدول العربيه الفريق ده هيبقى له شأن كبير قوي، بيدافع كويس، بيهاجم كويس، عنده لعيبه متميزين جدا، اقوياء، عارفين بيعملوا ايه، وكوتش واقف بره عارف بيعمل ايه في الفرقه. وفعلا احنا كنا قاعدين مطمئنين ان بقى عندنا فرقه طول المباراه. حسيت حضرتك بكده رغم ان انت بتلعب في وسط 60,000 متفرج، مش ما سكتوش لحظه. ما سكتوش لحظه. يعني الكوره عندك هيجان عليهم اكن طياره معديه، طيارتين معديين. يعني صفافير وابواء وكلام من ده، جو رهيب. اللعيبه كانت متماسكه وعملوا ماتش جميل جدا كويس. كنت متوقع اللي هيحصل في الماتش الثاني. اخذتوا المركز الثاني. عملوا سلك الماتش الثاني 4-0. قدام مين بقى؟ قدام فريق ليبي. ليبي، الهلال الليبي تقريبا. اوكي، الهلال الليبي. تمام. عملنا 4-0 بكوره. جمهور تفاعل مع الفرقه لدرجه انه جالهم الماتش اللي بعد منه مع الافريقي التونسي، جالهم عشان يشجعهم. بقى ينادوا على اللعيبه باسمهم واللعيبه تروح لهم. عملنا ماتش كويس جدا، طلعنا 2-2 مع الافريقي. مع الافريقي في وسط الارهاق اللي احنا كنا فيه. كويس. ارهاق جامد جدا. كويس. فراجعين من بره مطمنين جدا ان عندنا فرقه. يتبقى الاضافات اللي عليها. نعم. قعدنا مع الكابتن ميدو عايز ايه وايه وايه وايه. طبعا ايده جت على شيكابالا. نعم. في تواصل بيني وبين الكابتن حسني دايما باخد رايه. عشان هو قال النهارده انا هشيل له فعلا نمره رقم 10. وهو فعلا صادق في دي، لان هو حب لشيكابالا انا واثق كويس قوي، وقال اللي قاله عليه هو اللي قاله لنا بالظبط. طيب احنا هنتكلم عن شيكابالا وكيف كان الاتفاق مع نادي الزمالك وكيف اضحى الاتفاق الان منفردا بعيدا عن نادي الزمالك، لكن خلينا ناخد راي بعض من جماهير النادي الاسماعيلي. اتفضل يا كابتن. يعني الاسماعيلي ابتدى يجيب لعيبه احسن من الاول، يعني ميدو برضو بيخطف لعيبه من هنا ومن هنا، برضو شيكابالا والناس دي هتعمل شغل في الاسماعيلي، يعني هيبقى احسن من الاول، ممكن ينافس كمان، يعني ممكن ينافس، لان في لعيبه نزلت يعني احسن من الاول. الفتره اللي فاتت كان مستواه متذبذب، خاصه في الفتره اللي مسك فيها المدرب طارق يحيى، لكن ان شاء الله كده يعني في الموسم دوت مع ميدو هيختلف الوضع. ميدو مدرب طموح بصراحة وعنده إمكانيات عالية، والناس كلها بتقول إن هو مدرب عالمي، وأنا شايف إن هو الفترة اللي قضاها في نادي الزمالك حقق حاجة كويسة، وحقق كاس وجاب بطولة الفرقة النادي الزمالك، وإن شاء الله يعمل حاجة معنا بإذن الله. متفائلين باللي جاي إن شاء الله كجمهور نادي الإسماعيلي؟ أكيد 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 إن شاء الله بإذن الله. ربنا يكرمنا، بس في الصفقات الجديدة أهم حاجة، أهم حاجة الصفقات.
بس وربنا يكرم اللي ميدو ربنا يكرمه واللعيبه الصاعدين اللي طالعين دول ونكمل. برازيل مصر هو يفضل زي ما هو برازيل مصر باذنك يا رب، واحنا معاه انا بواف. وخدنا بيها الكاس وخدنا بيها كل حاجه، دي لعيبه النادي الاسماعيلي واحنا المشجعين بتاعهم. احنا خدنا بيهم كاس وخدنا بيهم دوري وخدنا بيهم كل حاجه حلوه، نفسنا نشوفهم تاني ونفسنا يرجع الاسماعيلي تاني. من عينينا اللي احنا نشوف الاسماعيلي تاني في اسماعيليه حبيبتنا بلدنا اللي السيسي فتح فيها الكنال، هي دي بلدنا احنا. بنتمنى السنه الجايه مع كابتن احمد حسام ميدو ويكون يعني يكون اختياراته تكون كويسه السنه دي ويعمل مستوى كويس ان شاء الله، وان شاء الله ربنا ييسر امر ننافس ان شاء الله السنه دي على الدوري يعني. انا ليا طلب بقى عند كابتن مدحت شلبي، بتمنى رب يعني يسمعني كده. انا سعيد كتير جدا بقالي سنين يعني تقريبا من سنه 2002 وانا بسعى ورا موضوع التعليق، وبتمنى ان حد يسمعني في موضوع تعليق الكوره. انا يعني امنيه حياتي ان انا اشتغل معلق رياضي، مش فارق معايا الماده، مش فارق معايا حاجه خالص غير ان انا يعني الحاجه اللي انا بحبها اعملها. فيعني انا هقول حاجه صغيره كده من مباراه. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي يعني سيداتي سادات، يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيات مخرجنا محمد نصر الدين والوحدة 11 ومحدثكم محمود صلاح، وسعيدنا ننقل لكم أحداث فعاليات هذا اللقاء الهام والصعب والمرتقب اللي بيجمع بين النادي الإسماعيلي صاحب يعني نادي الأهلي صاحب الملعب في هذا اللقاء والنادي الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع رقم 15 للدوري الممتاز المصري الموسم الكروي 2006-2007. لقاء اليوم بيأتي تحت شعار لا بديل عن الفوز. النادي الاهلي بياتي في صداره الدوري الممتاز برصيد 41 نقطه، والاسماعيلي في المركز الثاني برصيد 32 نقطه، صحيح الفارق 9 نقاط، ولكن مباراه تحدد بشكل كبير شكل مقدمه الدوري هذا الموسم. النادي الاهلي عائد من كاس العالم للانديه، ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لكل الفرق المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه. والنهضه الفرقتين بيبحثوا عن ثلاث نقاط، النادي الاهلي النهارده في حاله فوز يصل النقطه رقم 44 ويبتعد عن الاسماعيلي اقرب منافسيه وعن الزمالك صاحب المركز الثالث. وايضا النادي الاسماعيلي بيهمه النهارده ثلاث نقاط في هذا اللقاء عشان يقرب ويقلل الفارق بيني وبين النادي الاهلي ست نقاط ويشعل الاسابيع القادمه من عمر المسابقه. جميل، بس كنا عايزين نسمع تعليق يعني. طيب شيكابالا، انا معايا مع حضرتك 10 دقايق عايزين ناخدهم بسرعه. شيكابالا طبعا كان اختيار، وطبعا على اول ما جينا اتفقنا مع الكابتن ميدو كان عندنا مشكله في النقطه في الحته اللي تحت الفراوده دي، فهو قال لي احسن وضع هو شيكابالا. هو اتكلم مع نادي سبورتنج لشبونه الاول ميدو وكان في اتفاق ان احنا ناخد شيكابالا ب 100,000 دولار اعاره بنيه البيع بعيد عن الزمالك. بعيد عن الزمالك أوكي. الاول اوكي، وشيكابالا اتكلم معاهم، وفجاه لقينا نادي الزمالك هو بيفكر لوحده في انه يعيد ابن من ابنائه. سكتنا اتفرجنا زي ما احنا واقفين بنتفرج دلوقتي بدون تنسيق، بدون تنسيق معاكم الاول. فلما لما لما لقينا كده فانا كلمته المستشار مرتضى، قلت له احنا كنا عايزين ميدو العام ده ناخده عارة، وكنا بنعمل شيكابالا ميدو شيكابالا. فهو قال لي طب احنا هنشتريه وهنديه لكم عارة في السنه دي. كويس، في تنسيق. في تنسيق لغايه لما حصل، ماشيين منسقين مع بعض تماما لغايه لما حصل المؤتمر. هو المؤتمر في اعتقادي فيه لبس يعني انا اتكلمت مع وكيل شيكابالا يعني ما وصلتلوش لسه، بس اتكلمت مع سيد حاصل لبس. يعني هو الولا انسان مؤدب ولا بيسهر ولا بيعمل حاجه، بس هو حاصل لبس من ده وجهه نظر الولد. ان يعني ما تقلوش المستشار المرتضى قال لي النهارده ان انا قلت له قبل منها بثلاث ايام. طيب فيمكن الميعاد 10 الصبح يعني مرتضى بيقال لحضرتك انه قال له شخصيا قبلها بثلاث ايام. قال لي لان هو وفقا للكلام ان هو بيقول ما حدش قال لي. هو قال له بتقال له قبل منها بثلاث ايام. كويس، مقبول. فهو زي ما تقول يعني الفتره هنعمل مؤتمر، وكان مكلمني يوم فما كانش متوقع ان المؤتمر بالسرعه دي. ده كلام مش كبالة. المهم ان طبعا احنا مربطين كويس مع نادي الزمالك ومنتظرين اللي هيتم ما بين نادي الزمالك، لان ده بيته. مستنيين. طب اذا لم يحدث احنا هنخش تاني. لان احنا محتاجين شيكابالا. والزمالك ما عندوش مشكله. لا انا مكلم المستشار المرتضى النهارده وقايل له وقال لي وهو الولع مش عايز يذبحه، هو مفيش مشكله بالنسبة. طبعا انسان طيب المستشار المرتضى. حتى قلت له طب يعني مفيش حنيه في قلبك انك تسيبه؟ قال لي محمد هو بالنسبه لنا هو خلاص بقى بتاعكم. هو قال لي كده النهارده، بما يعني ان هو خلاص صرف النظر اللي كان قولي النهارده. ده اللي قاله لك. قلت له قبل ما اخش مع كابتن مدحت هتصل بيك. وفعلا اتصلت بيه، بس الظاهر هو لسه بعيد. عايز اعرف اخر موقف. لكن احنا متفقين لو هو ما كملش احنا هنكمل.
خلاص اذا اسماعيلي موقفه الواضح ان انت هتاخد شيكابالا. هتاخد شيكابالا سواء كبير. من النادي الزمالك او من سبورتنج لشبونه اللي فيه اتفاق مسبق. شيكابالا لعيب كبير ولعيبه كبيره جدا واحنا محتاجينه، وانا واثق في اخلاقه، واثق ان هو هيعود لمستواه تاني. طيب من سبورتنج لشبونه هتاخده ب 100,000 اعاره لمده سنه. 100,000 دولار ولا يورو؟ 100,000 دولار. دولار يعني كلف 100,000 جنيه. بنية البيع بما يعني ان الموسم الجاي لو ليك رغبة في شراء هتدفع 550. هتدفع 550 الاتفاق بالزبط. بالارقام كده بالظبط هتدفع 550,000 دولار. تمام كده. يبقى النهاردة انت بتديله 800,000 دولار بتخلصه. تمام. وبعدين بنية البيع السنة الجاية 550,000 دولار لو ليك الرغبة. بالظبط انت كده. في منتهى الذكاء لو هو انتج وابدع هتاخده. هو لعيب كويس وان شاء الله يبدع وينتج يا رب. ان شاء الله يهمنا ان عودته يعني. هل في الشركة الراعية معاكم برزنتيشن الامور ماشيه ازاي؟ لا يا كابتن، هو انا قبل بتكلم مع رئيس الشركه الاستاذ محمد كامل، انسان محترم جدا جدا جدا، وبعدين انا شخصيا نعم. باخد حقي منه تماما كويس يعني. اه مفيش اي مشكله بيننا وبينهم كويس. حتى احنا في اتفاق بيننا وبينهم هنقعد الاسبوع ده وكل طلباتنا مجابه، معسكر مجاب، الاوتوبيس مجاب، الفلوس اللي احنا عايزينها بناخدها، واعتقد احنا خدنا فلوسنا بالكامل السنه دي كويس. مفيش اي مشكله، امور ماشيه بشكل جيد جدا. ماشي يعني احنا بنحاول عادتهم الحياه ماشيه بشكل جيد. احنا بنحاول نزود وهو ما بيقولش على حاجه. لا يعني بما انها داخله في اطار الامكانيه ما بيقولش على حاجه. لا جمهور الاسماعيلي اخباره ايه الرابطه كابتن؟ بالحقيقه كابتن هم جول الخمس اولاد اللي هم رئيس رؤساء مجلس الكبوهات مسؤولين بتوع اليلو دراجون. اوكي انا اثق فيهم جدا. تمام جدا كويس. انا اتعاملت معهم لم يخذلوني يوما. هايل. يوما ليهم كلمه. ليهم كلمه وبيحبوا النادي كويس، واي حد بيجي جنب النادي بيتكلموا لا بيقفوا. فقولي من خمس ايام من اسبوع كده وقالوا لي عايزين نعمل رابطه للمشجعين واحنا هنشيل الامن داخل المدرجات. اوكي. برئاسه رئيسهم احمد مودي. فقلت له عايز تعمل ايه؟ قال لي احنا اللي هندي لك الاسماء واحنا اللي هنقف على الابواب. هايل. هندخلهم على كراسيهم ونمر الكراسي. لو صدر منهم اي حاجه داخل الملعب مسؤوليتنا. وانا اثق فيهم. وانت تثق فيهم. اثق فيهم تماما. هو ده الخط اللي جاي. تماما. لازم يبقى في ربط ما بين الروابط وما بين مجالس الادارات. تماما يا كابتن. ويبقوا هم في حضنك. تمام بالظبط كده. ممتاز، اذا انت مطمئن لهذا الامر. جدا جدا جدا. طيب. في الدقيقة المتبقية فاضل سنة على انتخابات الجديدة تقريبا. تمام. يعني في شهر 1/2017. تمام كده. يعني بتكلم في سنة وشهرين. تمام. هل ينتوي العميد محمد سعود الترشح مرة أخرى؟ حالة واحدة بس كده. أيوه. لو ما جاليش واحد أمين على النادي الإسماعيلي. كل اللي هيجي عشان ينقض على النادي الإسماعيلي، النادي الإسماعيلي جاي له خير كتير، وأنا عارف مين اللي قاعد بره مستني ينط على دي. شغلته. في حد بينخور يعني؟ لا، عايز يلحق يشوف الكحكه اللي جايه دي. عندنا النادي الاجتماعي الجديد هيدخل فلوس جامده جدا، وعندنا لعيبه وقطاع ناشئين وبتاع. مش هسيب واحد يخش عشان يسمسر او واحد داخل يستفيد من النادي الاسماعيلي. نعم. لو لقيت راجل اثق فيه ايده نظيفه وانه داخل يشيل النادي الاسماعيلي ويشيل الخير اللي جاي في النادي الاسماعيلي، اهلا وسهلا حتى من دلوقتي. ظهر بوادر شخصيه من الشخصيات دي الجيده دي اللي هنتكلم عليها؟ للاسف لا، حتى الان مفيش. لا الان مفيش. كله بيهرب دلوقتي لان الوقت فيه دفع، انما ساعه لما يبقى السنه الجايه اعتقد هيبقى عندنا فرقه، هيبقى عندنا دخل، ساعتها مين اللي هيجي؟ لو انسان محترم قادر على انه يصون النادي اهلا وسهلا. مش قادر حضرتك ستعيد ترشح نفسك مره اخرى. بالظبط كده ان شاء الله. هو النادي متشرف بيك يا محمد بيه. ربنا يخليك كابتن. يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تشريفك، والدراويش دول حاجه عظيمه في قلوبنا كلنا، نتمنى التالق ان شاء الله. ناقص حاجه واحده بس. اتفضل. اشكرك يا رب على اللي انت بتعمله للنادي الاسماعيلي. يا رب يخليك. يمكن الجماهير مش عارفه بس اللي حواليا عارفه. مش هسيب واحد يخش عشان يسمسر او واحد داخل يستفيد من النادي الاسماعيلي. نعم. لو لقيت راجل اثق فيه ايده نظيفه وانه داخل يشيل النادي الاسماعيلي ويشيل الخير اللي جاي في النادي الاسماعيلي، اهلا وسهلا حتى من دلوقتي. ظهر بوادر شخصيه من الشخصيات دي الجيده دي اللي هنتكلم عليها؟ للاسف لا، حتى الان مفيش. لا الان مفيش. اه كله بيهرب دلوقتي لان الوقت فيه دفع،
انما ساعه لما يبقى السنه الجايه اعتقد هيبقى عندنا فرقه، هيبقى عندنا دخل. ساعتها مين اللي هيجي؟ لو انسان محترم قادر على انه يصون النادي اهلا وسهلا. مش قادر حضرتك ستعيد ترشح نفسك مرة أخرى. بالظبط كده. إن شاء الله. هو النادي متشرف بيك يا محمد بيه. ربنا يخليك كابتن. يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تشريفك، والدراويش دول حاجة عظيمة في قلوبنا كلنا، نتمنى التألق إن شاء الله. ناقص حاجة واحدة بس. اتفضل. أشكرك. يا ربي. على اللي أنت بتعمله للنادي الإسماعيلي. يا ربي يخليك. يمكن الجماهير مش عارفة بس اللي حواليا عارفة. الله يخليك. إن أنا لما بتزنق بلجأ لك. احنا دايما تحت امرك وتحت امر النادي الاسماعيلي والانديه العظيمه دي، احنا عمرنا ما نتاخر. مش هسيب واحد يخش عشان يصنصر او واحد داخل يستفيد من النادي الاسماعيلي. نعم. لو لقيت راجل اثق فيه ايده نظيفه وانه داخل يشيل النادي الاسماعيلي ويشيل الخير اللي جاي في النادي الاسماعيلي، اهلا وسهلا حتى من دلوقتي. ظهر بوادر شخصيه من الشخصيات دي الجيده دي احنا بنتكلم عليها؟ للاسف لا. حتى الان ما فيش؟ للاسف ما فيش. اه. كله بيهرب دلوقتي. لان الوقت في دفع، انما ساعه لما يبقى السنه الجايه اعتقد هيبقى عندنا فرقه، هيبقى عندنا دخل. ساعتها مين اللي هيجي؟ لو انسان محترم قادر على انه يصون النادي اهلا وسهلا. مش قادر حضرتك ستعيد ترشح نفسك؟ هعيد ترشح تاني مره اخرى. بالظبط كده. ان شاء الله. هو النادي متشرف بيك يا محمد بيه. ربنا يخليك كابتن. يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تشريفك، والدراويش دول حاجه عظيمه في قلوبنا كلنا، نتمنى التألق ان شاء الله. ناقص حاجه واحده بس. اتفضل. اشكرك. يا ربي على اللي انت بتعمله للنادي الاسماعيلي. يا ربي يخليك. يمكن الجماهير مش عارفه بس اللي حواليا عارفه. الله يخليك. ان انا لما بتزنق بلجأ لك. احنا دايما تحت امرك وتحت امر النادي الاسماعيلي والانديه العظيمه دي، احنا عمرنا ما نتاخر، وفي النهايه عمري ما عملت حاجه. لا محمد. شكرا جزيلا. كده كابتن. غدا بمشيئه الرحمن سهره كرويه الساعة 11 مساء، عندنا مفاجآت جميلة جدا وعندنا قضايا في منتهى